بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأهلي في المونديال. حقيقة منتهى السعادة اللي في الدنيا، منتهى السعادة اللي تخليك تبقى تمسك علم. وبقالي كتير ما شجعتش، بقالي كتير ما روحتش استاد، فأنا قلت لهم النهاردة واتفقت مع بيبو النهاردة إن احنا بيبو مخرجنا يعني إن احنا النهاردة نعمل شغل كده وإحنا داخلين علشان نفتكر الأيام الجميلة، نفتكر أيام التشجيع ونفتكر ايام ثالث العالم، مع ان ما لحقناش ننساها، والله ما لحقنا ننساها. بس النهارده الفرحه كانت جميله جدا، والفرحه كانت رائعه جدا، حلوه وجميله ورائعه. ليه؟ لاشياء كثيره جدا جدا جدا. بس انا عايز اقول لحضراتكم ان كل الجمل اللي اتقالت على الاهلي كلها كانت حقيقه وليست شعارات تجميليه. يعني مثلا صانع السعاده، فالاهلي هو صانع السعاده، الاهلي بمن حضر حصل، وشفناها في مباراة مونتيري المكسيكي بعد ما كان الفريق ناقص يعتبر تقريبا فريق وثلاثة احتياطي 14 لاعب. الأهلي ملك ملوك الأرقام القياسية، بالفعل الأرقام القياسية اتخلقت عشان خاطر النادي الأهلي. الأرقام القياسية حققها على المستوى المحلي والأفريقي، وحاليا أصبحت على المستوى العالمي. أهلاوي أنا الحقيقة، والفخر ليا ده مش فخر عادي، ولكن احنا كلنا فخورين بانتمائنا لهذا النادي الكبير. لما تقول ان انت أهلاوي الكل يعمل لك ألف حساب، كل الناس تعمل لك ألف حساب. انت ليه مبسوط قوي كده يا اسلام؟ انا مبسوط جدا 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 النهارده لاني كسبت واحد من اهم واكبر الفرق في قارة آسيا. انا مبسوط جدا جدا النهارده لان كل الظروف الصعبة، كل الظروف الصعبة اللي كانت تحيط بالنادي الأهلي ما قبل هذه البطولة قدرنا ان احنا نحطمها. وزي ما قلت لحضرتك ان كل الأرقام القياسية وكل العبارات الرنانة، او اللي كان البعض بيقول ان هي عبارات رنانة، مجرد كلمات ومجرد عبارات بتقال عشان النادي الأهلي وكذا وكذا، لا، تم إثباتها. إحنا أثبتناها قبل كده كتير، ولكن تم إثباتها فعليا خلال هذه الفترة أو خلال الثلاث مباريات اللي لعبناهم. كل مباراة وهي ملحمة أسطورية. أنت ما تكبر، لا بكبر الكلام، لأن أول مباراة أنا خسران 14 لاعب، تاني مباراة عندي لعيبة جم من الكاميرون ولعبوا، يعني جم بالليل ولعبوا الصبح. ده غير الظلم التحكيمي اللي كان في هذه المباراة. النهاردة انت بتلاعب واحد من اهم واكبر الفرق، ان لم يكن او هو زعيم اسيا، بالفعل هو زعيم اسيا فريق الهلال السعودي، واحد من اهم واكبر الفرق في قاره اسيا. قدرت ان انت تكسبه، وتكسبه مكسب محدش يقدر يتكلم فيه. انا ما بتكلمش على هنا، انا بتكلم على الناحيه الفنيه، لانه كان انا مدرب طلبت خمس ست لاعبين محترفين، جبت خمس ست لاعبين محترفين ب 50 60 مليون جنيه استرليني علشان يلعبوا هذه البطوله، وانا كنادي اهلي نص الفلوس دفعتها ودافعها عشان حاجات كتير، لكن 30 مليون تقريبا اللي اتدفعوا او 25 مليون، وقدرت ان انا اكسب واكسب اربعه. عندما حضر العدل من التحكيم قدر النادي الاهلي يفوز، وده اللي احنا قلناه. وانا الحقيقه بشكركم جدا 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 جدا، كل الناس اللي قالت لي انت دوست اصلع الحكم اليومين ثلاثه اللي فاتوا. وخلي بال حضرتك، هل الكلام اللي احنا بنقوله كل حاجه مش احنا اللي بنقولها؟ كل حاجه بتتقال في الاعلام الرياضي بتوصل للفيفا وبتوصل لكل الناس، كل حاجه بتوصل، مفيش حاجه ما بتوصلش. النادي الاهلي له اسم كبير جدا يخلي كل حاجه بتتقال في قناته أو في إعلامه توصل للفيفا ويعرفوا إن إحنا محتاجين عدالة تحكيمية فقط. ولما عرفوا ولقينا عدالة تحكيمية زي ما حضرتك شفت، طردين ما فيهمش كلام، ما حدش يقدر، يعني حتى إخواتنا في السعودية قالوا إن هم طردين حقيقي، ما فيش أي كلام فيهم. هذا هو الفارق، وهذه هي العدالة التحكيمية اللي خلتنا نقدر نكسب فريق كبير جدا 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 وقيمته التسويقية ضعف القيمة التسويقية للنادي الأهلي. العدالة التحكيمية حضرت، كسب النادي الأهلي، وهو ده اللي بنطلبه دايما، وهو ده اللي بنقوله سواء في الدوري المصري أو في أي حتة احنا بنلعب فيها. وطبعا أفراح اللعيبة موجودة وهتفضل معانا النهاردة طول الوقت.
منتهى السعاده ومنتهى. تخيل حضرتك ان في لعيب عندك لعب ماتش خد برونزيه كاس عالم، محمد عبد المنعم، لعب النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني لاول مره، لعب اول مباراه يلعبها، اول مباراه يلعبها لعب خد بطوله، ده مش بطوله، ده خد برونزيه كاس عالم، ده برونزيه عالميه وميداليه عالميه. هو ده النادي الاهلي، وهو ده اللي النادي الاهلي دايما بيوعد بجمهوره. انا ما بقدرش اقول حاجه، انا كنادي اهلي ما بقدرش اقول حاجه غير كاداره انا بعمل كل اللي عليا عشان اكسب، كل اللي عليا عشان ارضي جمهوري، كل بعمل كل حاجه كويسه عشان ارضي جمهوري. اما اللاعب يعني في ناس قالت الاهلي ما بيهربش، الاهلي ما بيخافش، عيب لما يتقال الكلام ده. الكلام ده انا ما كنتش قادر ارد عليه اليومين ثلاثه اللي فاتوا، لان كانت ثقتنا كبيره جدا جدا، ولما يتقال من مصريين كمان عيب الكلام ده. النادي الاهلي مين اللي يهرب ولا يخاف؟ النادي الاهلي ولا بيهرب من حد ولا بيخاف من حد، وناس كتيره جدا كانت مستنيه النهارده ان النادي الاهلي يقع. عشان كده الفرحه، احنا زي ما قلت لحضرتك كده، انا داخلين بالعلم وداخل بتيشيرت النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي انا داخل بيه. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، اول مواجهه مصريه سعوديه تحت لواء الفيفا كانت النهارده رسمية. الباقي كله ده كان السوبر المصري السعودي والكلام ده كله كان لطيف وحلو وكل حاجه، ولكن دي اول مسابقه رسميه تحت الفيفا مع الهلال، يعني مع نادي الهلال. فاللي عايز اقوله لحضراتكم انه فخر كبير جدا، وانا بشكر كل اهلنا في السعوديه، كل اهلنا في السعوديه انا بشكرهم، بشكر كل الناس اللي اشادت بالنادي الاهلي وكل الاعلاميين السعوديين اللي اشادوا بالنادي الاهلي. واحنا كمان شكرا لنادي الهلال السعودي، هذا النادي الكبير الرائع اللي يستحق مننا كل تحيه. هي كره القدم كده، ممكن تكسب وممكن تخسر، ولكن عندما لا تحترم المنافس بتاعك ممكن يحصل فيك اكتر من كده كمان. وللاسف الشديد النهارده انه، مش للاسف الشديد، بالعكس ده حاجه كويسه جدا، ان النادي الهلال النهارده من وجهه نظري الفنيه، ان نادي الهلال النهارده شاف يعني انا نازل اكسب النادي الاهلي، انا نازل اكسب النادي الاهلي، ولكن زي ما حضرتك شفت وزي ما شفت النادي الاهلي عمل ايه، درس كبير جدا في ان انت لما تيجي تلعب ضد النادي الاهلي زي ما انا قلت قبل كده، الكلام اللي انا قلته لحضراتكم قبل كده، القاعده الاولى اوعى اوعى تفرح قبل ما الحكم يحط الصفاره في بقه، صفاره النهايه، اوعى تفرح وانت بتلعب النادي الاهلي قبل ما الحكم يحط الصفاره في بقه وينهي المباراه. القاعده الثانيه ان انت دايما ما تنساش القاعده الاولى. النادي الاهلي بيعلم الناس كلها. النادي الاهلي هو كبير افريقيا وكبير الانديه العربيه كل حاجه الحقيقه، بالارقام وبكل حاجه وبانجازاته، ومش بنقول كلام وخلاص عشان انا كسبت ولا انا في قناه النادي الاهلي. زي ما حضرتك شايف هي دي الاهداف اللي بيجيبها النادي الاهلي، هو ده الاسلوب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي. الفاشل موسيماني، الفاشل من كام يوم لما كنا بنطلع هنا وندافع عن هذا الرجل، كان في البعض يعني من لا يشجع النادي الاهلي يقول لك ده فاشل، انتوا طالعين تطبلوا الموسيماني. لا، احنا ما بنطبلش لحد، احنا بنطبل للنادي الاهلي. انا بحب النادي الاهلي وهفضل واقف ورا النادي الاهلي. مش ده اللي كان فاشل من كام يوم؟ شوفوا كل اللي كان بيقول ان موسيماني فاشل الفتره اللي فاتوا، شوفوا دلوقتي هيقول عليه ايه. ليه؟ هي دي كره القدم. انا معاك، ولكن احنا كقناه الاهلي الحمد لله والشكر لله قدرنا ان احنا الحمد لله نقود الاعلام الاهلاوي خلال الفتره اللي فاتت، والحمد لله والشكر لله بشكل رائع جدا وبسياسه، مش عايز يعني في حاجات مش هينفع اتكلم فيها، سياسه نادي الاهلي واحنا بنتبعها بحذافيرها. هذا الرجل اللي امام حضرتك يستحق كل التحيه، يستحق كل التقدير، رجل ما لعبش مباراة كبيرة لو فاز بيها. رجل المواجهات الكبرى موسيماني، وهنطلع لكم تقرير دلوقتي.
على هذا الأمر. هذا الرجل يستحق كل التحية من كل جمهور النادي الأهلي. هتقول لي بيجدد ما بيجددش، بيعمل ما سيبكم الكلام ده خالص. في النهاية اللي هيسيب النادي الأهلي هو اللي خسران، عشان تبقوا حضراتكم عارفين. أي حد بيسيب، واديكم شفتوا خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، كل أو معظم الناس اللي مشيت من النادي الأهلي، والباقي قريب في ناس مشيت وعملت مشاكل مع النادي الأهلي، طلعت من يومين وثلاثة وأربعة قالوا إيه؟ قالوا ندم الدنيا. الندم أو الحاجة الوحيدة اللي ندمانين عليها إن إحنا سيبنا النادي الأهلي. سمعتوا ده بودانكو ولا ما سمعتوش؟ سمعتوا ده حضراتكم ولا ما سمعتوش؟ فالحقيقة كابتن خطيب لو تفتكروا، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عندما سئل عن بعض اللاعبين إن هم مشيوا من النادي الأهلي، رد قال لهم إيه؟ قال لهم أنا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. أنا زعلان عليهم. طلعت اللعيبة من كام يوم وقالوا إحنا ندمانين وما كناش المفروض نعمل كده، مش واحد، لا اتنين من الأربعة ولا الخمسة اللي مشوا. قالوا هذا الكلام، وبالتالي هذا هو النادي الأهلي. عشان كده أنا بقول لحضرتك سيبك من دلوقتي موسيماني هيجدد، موسيماني ما جددش. على فكرة أنا عندي معلومات كتيرة جدا في الموضوع ده، بس مش هقدر أقولها غير في وقتها. مش هقولها دلوقتي خالص، ولا هقدر أتكلم فيها. أنا ملتزم دايما بسياسة النادي الأهلي، ومصلحة النادي الأهلي هي الأساس في كل شيء. في أي حاجة احنا بنقولها مصلحة النادي الأهلي هي الأساس في كل شيء. أسهل حاجة على فكرة إن أنا أطلع أقول لحضرتك إن فيه بيحصل كذا وبيحصل كذا، وهتعرفوا إن الكلام اللي أنا بقوله ده صح لما أقول لكم، يعني لما يتقال، لو كنت قلته يعني. لكن أنا عمري ما هعمل كده، لأنه أنا في النهاية عندي سياسة قناة أو سياسة نادي الأول بمشي عليها كقناة. أنا بمشي عليها كقناة، لكن المعلومات موجودة، ويعني مش عايز أقول لحضراتكم قد إيه. فأنا مش فارق معايا مين بيجدد ومين ما بيجددش، أنا اللي فارق معايا النادي الأهلي فقط لا غير، واسم النادي الأهلي فقط لا غير. وهو ده اللي موسيماني قاله لما اتسأل. قال لك النادي الأهلي نادي كبير وعارف هو بيعمل إيه لما اتسأل في هذا الأمر. فسيبكم من موضوع التجديد، وما تعرفش بكرة في إيه، ولكن خلينا في فرحتنا النهاردة وفي انبساطنا وفي الفاشل. مش كانوا بيقولوا عليه فاشل؟ مش كانوا بيقولوا عليه ما بيعرفش يعمل حاجه غير ان هو يجيب بطولات؟ هو انا اللي قلت الفاشل ده جايب 6 من 6 في البطولات الكبيره، 2 دوري ابطال، 2 سوبر افريقي، 2 كاس عالم للانديه، 2 برونزيه كاس عالم للانديه، وورا بعض في سنتين. الباقي الدوري وبتاع ماشي، لكن انا بتكلم على الحاجات القاريه، 2 دوري ابطال، 2 سوبر افريقي، 2 برونزيه كاس العالم. فاشل، راجل فاشل الحقيقه، ويستحق الهجوم. يا راجل كان في زلزال من كام يوم، انا بحيي هذا الرجل، بحييه وبقول ان هو يستحق كل تحيه من كل جمهور النادي الاهلي. قعد ما قعدش، كمل ما كملش، ما حدش عارف ايه اللي هيحصل بكره. ومش معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان هو مش هيكمل، ومش معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان هو هيكمل. انا ما اعرفش، ومش هقول، ما قلتش حاجه، ولكن انا بدي للراجل ده حقه. انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل بكره في النادي الاهلي، لكن هو انا عارف، لكن مش هقول ايه اللي هيحصل. حاجه بتخص يعني سياسه النادي الاهلي، عندما يتم الوصول الى شيء بان هو يمشي، مش موسيماني، اي حد في النادي الاهلي كده هيجدد عقده او مش هيجدد عقده، هتلاقي فيه من خلال قناه الاهلي ومن خلال مركز الاعلامي كله بيطلع وكله بيبان. هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي وما بين اي حاجه تانية. الفاشل، الفاشل لكل الناس او معظم الناس كانت بتقول عليه ان هو رجل فاشل ومدرب فاشل، الفاشل ده مره تانية جاب مين اللي اختار الفاشل؟ ما هو انتوا قلتوا على اللي اختاره او بعض. انا ببقى متنرفز جدا من الموضوع ده الحقيقه، لانه قالوا على كابتن خطيب لما اختار موسيماني، قال لك يا نهار اسود ده بيحفر لنفسه حفره علشان يقع فيها. كابتن خطيب ما بيبصش لنفسه، كابتن خطيب بيبص للنادي الاهلي واسم النادي، واحنا اتعلمنا من هذا الرجل كده. بيبص للجمهور، بيبص لحضرتك، ما بيبصش ايه مصلحتي. ممكن يكون خد بعض النقد في الاول لما قبل ما موسيماني جه، ولكن في النهايه الراجل ده كان عنده رؤيه.
الراجل ده كان عنده رؤية كرئيس نادي خوفا على النادي الأهلي، خوفا على النادي الأهلي. فرؤية الخطيب كابتن خطيب هي اللي جابت هذا الرجل. عايزين دوري أبطال إفريقيا، خدناه مرتين ورا بعض. عايزين سوبر إفريقي، خدناه مرتين ورا بعض. عايزين كأس عالم للأندية، خدنا التالت، والمرة دي مش مبسوطين قوي، نص انبساط عشان خدنا تالت، عشان كنا عايزين نصعد نهائي وناخد هذه البطولة أو نغير لون نغير لون الميدالية. وبالمناسبة ده الطموح اللي جاي. يا عم كفاية عليكم بقى وسيبونا لا مفيش كفاية، الطموح اللي جاي كده، الطموح اللي جاي. افتكر حضرتك، وأنا عمري ما هنسى، افتكر حضرتك يوم بعد ما رجعنا من سان داونز اللي اتغلبنا فيه هناك ورجعنا هنا، المباراة اللي كانت في استاد القاهرة، وليد أزارو جاب جون وكسبنا 1-0، وجمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي اللي كان في الاستاد وقف وشجع الفريق وفريق النادي الأهلي، والمشرف العام على كرة القدم في ذلك الوقت كابتن محمود الخطيب، اللقطة الشهيرة وهو قاعد ومربع وغضبان جدا. وقلت لحضراتكم قبل كده، من هنا كانت البداية، اعتذار كل اللاعبين لجمهورهم. من بعدها ما خسرناش أي بطولة أفريقية حتى الآن. افتكر كده، علشان الكلام اللي حصل خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا نعرف يعني إيه نادي أهلي. نعرف إن النادي الأهلي ده مش بيعمل أي حاجة، وما بي يعني هو ليه الكابتن خطيب ومجلس الإدارة والمشرف على الكرة ولجنة التخطيط جابوا فرقتين، دفعوا فلوس في فرقتين عشان اللي حضرتك شايفه ده. لما يبقى غايب عندك 14 لعيب يبقى عندك مجموعة تقدر تقف قدام الجميع، يبقى عندك مجموعة تقدر تقف قدام الجميع. كاس عالم، كاس افريقيا، دوري ابطال افريقيا، شوف زي ما انت عايز تقول قول. وزي ما بقول لحضرتك، احمد عبد القادر هيروح منتخب مصر الفتره اللي جايه، وانا بقول لك اهو كل اللاعبين، معظم اللاعبين اللي بيلعبوا في النادي الاهلي، احمد عبد ياسر ابراهيم ممكن يبقى ليه دور في السنغال، محمد هاني ممكن يبقى ليه دور، اكرم توفيق طبعا بعيد، لكن محمد هاني ممكن يبقى ليه دور خلال الفتره اللي جايه، ويستحق ان هو يبقى ليه دور. شفتوا علي لطفي النهارده بعد ما قلنا له الكلمتين امبارح مع كابتن امير عبد الحميد؟ هذا هو الاعلام الهادف، هذا هو الاعلام البناء، هو ده الاعلام الايجابي. انا منتهى السعاده اللي في الدنيا النهارده، منتهى السعاده اللي في الدنيا، لانه كلامنا عن الحكم خلى الحكم يحكم بالعدل، ما يجيش على النادي الاهلي، ما يجيش على النادي الاهلي. خلي بال حضراتكم، كل حاجه بتتابع زي ما قلت لكم، وكل حاجه بتوصل، لان اسم النادي الاهلي كبير، مش عشان اسلام اللي بيقول، لكن اسم النادي الاهلي كبير. عايزين نعرف الناس كلها متضايقه من الحكم ليه، فبالتالي الحكم ركز اكتر، وصل له هناك ان ركز اكتر في المباراه دي، وركز في المباراه وادى للنادي الاهلي حقه. كسبنا. وخد بال حضرتك، نادي الهلال لو كان ما اضطردش منه الاثنين، على الرغم من ان كان هتبقى مباراه حلوه وكان الاهلي هيكسب برضه ان شاء الله، يعني احساسي كان كده من اول 10 دقائق شفتهم في المباراه او قبل الطرد يعني. فكل الشكر كمان النهارده لكل جمهور النادي الاهلي في الوطن العربي كله، كل الشكر لجمهور النادي الاهلي اللي كان موجود النهارده في الاستاد. استاد آل نهيان النهارده نص جمهور النادي الاهلي، الحمد لله حسنا فعلت الاداره خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، والجواب اللي بعتته للجنه المنظمه والامور دي كلها. دول الابطال، دي صوره الابطال اللي النهارده شرفونا واتبسطنا بيهم وفرحنا بيهم، ولانه كنا نستحق افضل من كده. جماهير مين اللي بص حضرتك، الصوره دي معبره، هو ده النادي الاهلي وجمهوره في ظهره هناك اهو، اللي في ظهر اللعيبه دول الجمهور، هم دايما اللي بيبقوا في ظهرنا، ظهر اللعيبه. قد ايه الواحد مبسوط، قد ايه الواحد فرحان. تالت العالم خدناها مرتين قبل كده ودي التالته، ولكن قد ايه انا مبسوط بالاشاده اللي بسمعها من كل العالم على النادي الاهلي. قد ايه الواحد مبسوط من كل حاجه بتتعمل وبتتقال على النادي الاهلي. قد ايه الواحد مبسوط ان عندك مدير فني تعرض، يا راجل
ده حصل زلزال، مش حصل زلزال من كام يوم قولوا لي كده، من اسبوع تقريبا ولا حاجه صح؟ قالوا ان موسيماني سبب فيه. كان فاضل يقول، انا بهزر طبعا، كان فاضل يقول ان موسيماني بقى لازم يمشي من كتر الهجوم والحمله اللي كانت عليه، ان موسيماني لازم يمشي عشان هو السبب في الزلزال، هو زق حاجه كده فعمل زلزال في مصر. اه والله يعني كل يا راجل تبقى كسبان ماتش بالليل بطوله، بطوله، انا خايف بكره الصبح الاقي احدى القنوات اللي حضراتكم عارفينها وكل الناس عارفاها طالعه تتكلم تقول لك اصل موسيماني ما غيرش او غير وليد سليمان فنزله، هيعملوا قصه 100%، وليد سليمان انا سايب له جزء لوحده هتكلم عنه فيه. فموسيماني يعني اللي بيحصل ده او اللي كان بيحصل مع موسيماني الفتره اللي فاتت اتمنى ان يتم تغييره، هل ده معناه ان مفيش نقد؟ لا، هننقد موسيماني ومن داخل قناه النادي الاهلي هننقد موسيماني اذا اخطا هنقول، ولكن زي ما جمهور النادي الاهلي علمنا وزي ما جمهور النادي الاهلي اتعلمنا منه على مدار سنين كتيره جدا جدا بيعمل ايه؟ النهارده او يوم المباراه السابقه حصل ايه؟ نقد كبير جدا لكل لاعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني، مظبوط؟ بعد المباراه ما انتهت وساعتين ثلاثه والنقد حصل، تاني يوم المسانده المسانده المسانده. هو ده، هو ده اللي بيغير، وهو ده النادي الاهلي وجمهوره. مش هو ده، مش هو ده الخطيب اللي كنتوا بتقولوا عليه فاشل؟ محمود الخطيب ده اللي كان اقول ايه بس؟ الواحد بس جواه حاجات كتيره جدا جدا مش عارف يقولها، كان كابتن محمود ده، كابتن محمود الخطيب ده، والله يا جماعه انا شفت حاجات مع هذا الرجل، درس في الاداره. ازاي تحل الازمات باسرع وقت وباخلاقه بمبادئ النادي الاهلي؟ ازاي تخلي فريقك يرجع من اخر الدنيا؟ ازاي تخلي جمهورك فخور بيك وبفرقتك؟ هو ده اللي عمله محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. يجب على الجميع ان يتعلم من هذا الرجل. من لو عايز تنجح بص على كابتن محمود الخطيب، بص عليه كده وشوفه، رئيس النادي الاهلي اللي بيحب النادي الاهلي من قلبه، مش بيعمل حاجه عشان ياخد شو ولا يعمل ولا بتاع ولا الكلام اللي كنا بنسمعه الفاضي اللي كنا بنسمعه خلال الفتره اللي فاتت. هذا الرجل يستحق التحيه، الرجل ده بيعمل حاجات انا في حاجات ما اقدرش اقولها لانه بيقول لي اسلام لو سمحت. هذا الرجل بيعمل حاجات يعني انا مش قادر اتكلم، لانه يعني مش قادر اتكلم، هو لما هيطلع يبقى هو الكابتن خطيب يتكلم فيها. لكن الراجل ده كابتن خطيب، انا يعني من كتر حبي ومن كتر اللي انا بشوفه لهذا الرجل بقول كده، ان كابتن خطيب يستحق كل التحيه وكل التقدير. واذا كنت عايز تتعلم اداره كره قدم واداره نادي كبير زي النادي الاهلي، اتفرج على كابتن محمود الخطيب وهو بيدير. زي ما كان حريف في الكوره هو حريف في الاداره، زي ما كان اسطوره في الكوره هو بقى اسطوره في الاداره. هو ده كابتن محمود الخطيب. ها انا مش عايز، بس انا لو اتكلمت عن هذا الرجل هحتاج 100 حلقه، لان انا شاهد وفي المطبخ وعارف اللي بيحصل، مش بقول كلام وخلاص لا، ومش هقول برضو، لانه دايما كان يقول لي كابتن خطيب، يقول لي اسلام يعني انا ما بعملش كده عشان ابقى انا عارف او الناس تشوفني او الناس تعرف انا بعمل ايه، انا بعمل كده عشان انا بحب النادي ده وبحب جمهوره. الكلمه دي بحطها حلقه في وداني، بحطها حلقه في وداني كل مره اقول له يا كابتن يعني طب خليني اقول، بيقول لي لا، النادي الاهلي يا اسلام مش محمود الخطيب. فانا اسف ان انا بتكلم على كابتن محمود الخطيب، لكن لازم اقول لانه يستحق، لان اللي حصل في الكابتن خطيب خلال الفتره مش القريبه اللي فاتت دي، مش عايز اقول لحضراتكم حاجات كتيره جدا او في وقت من الاوقات، مش هقول حاجه، ومش هقول الا لو هو اذن لي طبعا ان انا اتكلم في امور يعني لو قلتها هتعرفوا ان عندنا مجلس اداره او عندنا رئيس مجلس اداره ومعاه مجلس اداره ما بيعملوش حاجه في حياتهم غير النادي الاهلي وحبهم لهذا النادي من قلبهم، من جوه قلبهم، وهم سعداء بالمناسبه بالتعب ده. ما حدش اشتكى، كابتن خطيب احد افراد اسرته كان تعبان قريب خلاص، كابتن خطيب راح شافه في المستشفى 5 دقائق
وكان عنده اجتماع في النادي تاني عشان حاجه تخص النادي. دي حاجه بس انا اسف ان انا بقول هذا الكلام والله يا كابتن، يعني معلش ما تزعلش مني، ولكن دي حاجه بسيطه جدا كده انا بقولها. قد ايه هذا الرجل بيحب هذا النادي. فالحقيقه حاجه مش عارف اتكلم اقول ايه في هذا الرجل، ولكن هذا الرجل يستحق كل التحيه ويستحق كل التقدير. شكرا يا كابتن محمود على هذا المجهود الكبير. لما اقول كابتن محمود الخطيب يبقى انا بقول مجلس اداره سابق الحقيقه خلال الاربع سنين اللي فاتوا وحالي، لان هو ده النادي الاهلي. اتعلمنا في النادي الاهلي كده ان هم رجال بيسلموا بعض، رجال بيسلموا بعض. اديكوا شفتوا، انا بس في حاجات ما ينفعش مش عايز اتكلم فيها. اديكوا شفتوا انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي كانت عامله ازاي. بلاش دي عشان بيقول لك يعني كانت مضمونه. اللي قبلها مع المهندس محمود طاهر كانت عامله ازاي؟ منتهى الاحترام. حد سمع كلمه من اي حد سواء هنا ولا هنا؟ هو ده النادي الاهلي، هو ده اسلوب النادي الاهلي، هي دي اخلاق ومبادئ النادي الاهلي. والله انا ما قصدي حاجه، على والله اقسم بالله انا ما ببص على اي حد تاني، انا ببص على النادي الاهلي بس. والله انا بتكلم وباقسم بالله. لكن اللي احنا بنشوفه من احترام وكل شيء داخل النادي الاهلي يخلينا نقدر نتكلم، واحنا واحد النهارده بيتكلم وهو يعني قلبه مبسوط، مبسوط وفخور بهذا النادي. مش عشان خدنا تالت، ما احنا خدنا تالت مرتين قبل كده، ولكن ايه الظروف؟ ايه اللي بيحصل ده؟ 14 لعيب مش موجودين، وتضارب في المواعيد، واصابات بتحصل وانت هناك، واصابات بتحصل قبل ما تروح على طول، وبتخسر ومدربك بيتهاجم ليل نهار في كل القنوات وفي كل الاستوديوهات التحليليه، يكسب يتهاجم، يخسر يتهاجم، يتعادل يتهاجم، وهو قاعد في البيت بيتهاجم. ومع ذلك توصل ان انت تبقى في ثالث العالم وتاخد هذه البرونزيه. الفرحه اللي امام حضراتكم دي حالا دلوقتي من امام فندق الاقامه، جمهور النادي الاهلي اللي يتحطوا على الراس، والله العظيم ثلاثه يتحطوا على الراس. فرحه جمهور النادي الاهلي وحبهم لهذا الفريق هي اللي بتخلينا دايما نصل الى منصات التتويج. اللاعبين هم زي ما انتم شايفين، بصوا الشناوي، بصوا محمود وحيد، بصوا الجميع. الحقيقه ده لايف دلوقتي مع حضراتكم، وهم اللعيبه مقدره جدا الجمهور، وبتروح وتقف وتستوى حتى لو كانوا 20 30 واحد. اهو حمزه بيرقص، رامي مبسوط، كل الناس مبسوطه، ايمن مبسوط، كل الناس مبسوط. حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. المونديالي محمد، انا هسمي محمد هالي المونديالي خلاص من هنا ورايح. محمد هالي المونديالي اللي هو دايما في كل مونديال بيعمل لنا حاجه حلوه. محمد عبد المنعم اللي هو لعب مباراه واحده وخد برونزيه كاس العالم، مباراه واحده. والله يعني مش عارف اقول ايه الحقيقه، ولكن حاجه جميله جدا جدا جدا. وكابتن سعد عبد الحفيظ وكابتن مجدي قفشه والجميع الحقيقه، الاستاذ طارق قنديل بينتظر البعثه، أستاذ خالد مرتجي رئيس البعثة، الجميع الحقيقة في حب النادي الأهلي وفي انتظار لعيبة النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين لحظات رائعة وجميلة جدا، زي ما كان في لحظات أو زي ما بنشوف لحظات رائعة وجميلة جدا في هذه الفيديو اللي أمام حضرتك. احنا برضو كان في أثناء المباراة لحظات جميلة جدا جدا. عامر عبد الله، عامر عبد الله معلق المباراة، معلق مباراة النادي الأهلي والنادي الهلال السعودي. اللحظات اللي عملها كابتن عامر أعتقد إن هي كانت لحظات جميلة جدا، ودخل قلوب كل مصري وكل أهلاوي، كل مصري وكل أهلاوي. قال كلام كتير جدا، يعني أنا عايز أقول لحضراتكم إن هو قال كلام قد إيه الناس كانت مبسوطة بيه، وقد إيه الناس كانت فرحانة بيه، وقد إيه الناس. أنا عرفت ناس دمعت من كتر ما هذا الرجل قال كلام كتير. يعني أنا كتبت الكلام علشان، ودي طبعا لقطات معانا. مصر حبيبتي، تعلمنا منذ طفولتنا على أيدي المصريين، تدريب اللاعبين على أيدي المصريين، كل شيء في وطني بكل فخر واعتزاز ستجد عليه
بصمة المصريين. هكذا علمنا زايد حب المصريين، لم نحبهم من فراغ، الدم واحد والمصير واحد ودائما مشترك واحد، وسنعيش للأبد معا. بهذه الكلمات عبر المعلق عامر عبد الله عن اعتزازه بمصر وشعبها. قال أيضا مش كل لاعب يبقى الخطيب، ولا كل من لعب كورة يبقى الخطيب، ولا كل نادي يبقى الأهلي. بجد يا جماعة، هو كل من لعب كرة القدم بقى النادي الأهلي؟ عامر عبد الله قال كلام كتير جدا، زي ما قلت لحضراتكم دخل كل قلوب المصريين والأهلوية. والعريس معانا اهو، مستر بيتسو موسيماني النهارده العريس الحقيقة، بيسلم على كابتن او استاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وطيب والله يا كابتن عامر معانا، طب كويس جدا، هتقولنا كابتن عامر. يا اهلا وسهلا، وشرف كبير لي اني اتواجد في قناه الاهلي ومعك يا كابتن اسلام. حبيبي منور، وبجد انا شخصيا دمعت النهارده وانا بسمع كلامك الرقيق والجميل عن المصريين وعن مصر الحقيقه. ومصر والامارات دائما شعب واحد، وده مش غريب عليكم الحقيقه. انا بنزل الامارات دي بحس ان انا، والله العظيم ما بقول كده عشان انت معايا، انا بحس ان انا وانا جوه الامارات او لما بشوف حد اماراتي ان انا جوه بلدي. مفيش أي اختلاف، اللغة واحدة والحب واحد، والحب بيطلع من عينين كل إماراتي والله العظيم. والله يا كابتن إسلام، أول شيء أنا شاكر لكم الدعوة الكريمة، وهذا غير مستغرب عليكم. وأنتم شعب عظيم عظيم، يعني الشيء البسيط على قولتكم يبان في عينين الواحد، يبان في محيى الواحد. مصر بلد الطيبين، بلد الميت مليون طيب. مصريين حاجة في حياتنا أساسية. إحنا كلنا أشقاء عرب وكلنا أخوة عرب طبعا، ونفرح بكل إنجاز عربي. لكن سبحان الله اللهجة المصرية وطريقة التعبير عن الفرحة تجدها بسهولة وبسيطة جدا. الحالة اليوم اللي أنا فيها، يعني يمكن أنا أكثر من النادي الأهلي اليوم. أنا اليوم ردود الأفعال اللي وصلتني هذا شيء فوق الخيال. يعني بصراحة في 20 سنة في هذا المجال، اليوم يعتبر بالنسبة لي من الأيام اللي أتباهى فيها وأفرح فيها وأرويها أولادي وأقول شوفوا تقدير الناس كيف. أنا سعيد جدا، لذلك لساني يعجز عن التعبير. مصر بالنسبة لنا يا كابتن إسلام مش منتخب ومش كورة، مصر بالنسبة لنا حياة وتاريخ وكاريزما وظهر وسند وعز وكل كلمات الفخر. مصر هذا الوطن العظيم اللي يرفض سبحان الله على كل الظروف وكل المتربصين، يبقى شامخ، يبقى واقف، يبقى المصري بابتسامته، يبقى المصري بعفويته. يعني شيء هذه البلد ما تنوصف. إذا إحنا العرب شهادتنا مجروحة في أشقائنا، شو اللي يخلي الأوروبيين والناس هذول يجون ويروحون الحسين ويروحون الأماكن البسيطة هذه؟ ليش؟ يشوفون شيء ما يشوفونه في العالم كله. يعني مصر لا توصف بكلمات معلق ولا توصف بوصف مباراة، لكن يعني حتى الأغاني الوطنية المصرية تؤثر في قلوبنا. يعني أنا لما أروح مصر يعني لازم اسمع صوت شاديه وهي تقول ما شفش الولاد السمر الشداد اصل ما عداش على مصر. شوف الكلام، شوف التعبير، شوف 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 الروح المصريه يا اخي. الانسان عباره عن روح، عباره عن مشاعر. حياه بلا حب لا تستحق يعني ان الواحد يضيع من خلالها حياته. لكن بالحب نحيا، بالحب نزدهر، بالحب نبني، بالحب. اليوم اي خبر عن مصر هو خبر لنا، اي انجاز لمصر هو انجاز لنا. اليوم لما نسمع العالم المصري في الدوله الفلانيه، البروفيسور المصري في الدوله الفلانيه، صوت ام كلثوم اخذ كذا، ومحمد صلاح عمل كذا، فهذا كله لنا. مصر لكل العرب. لا تعتقدون يا المصريين ان مصر للمصريين فقط. نعم، مصر لكل العرب. والعرب انت تشوفهم في شوارع مصر بمختلف الجنسيات، رغم أن أكبر تعداد سكاني، ولكن مع ذلك كل جالية تلجأ إلى مصر تلقى المكان وتلقى المعيشة وتلقى الاحترام وتلقى وتلقى وتلقى.
هذه عظيمة، عظيمة، ربي خلقها عظيمة. نعم بالفعل مصر عظيمة وستظل دائما عظيمة، ولكن تظل عظيمة بوجودنا مع بعض وبالاتحاد العربي الدائم مع بعض، مش كلام ولكن كل الكلام اللي حضرتك قلته ده يا كابتن عامر صدقني كل المصريين بيتبادلوا نفس هذه المشاعر ونفس هذه الأحاسيس مع كل الإماراتيين ومع كل العرب الحقيقة. ولكن اللي احنا أنا بص حضرتك كمان اللي أنا بسمعه عن استضافة الإمارات لبعثة النادي الأهلي كمان أنا بيجي لي بقى الأخبار كل يوم وصبح ودور وبالليل بيتقال لي الأخبار إيه وإيه اللي بيحصل والإماراتيين بيعملوا إيه مع المصريين أو مع النادي الأهلي هناك. لا بصراحة كل التحية وكل التقدير وكل حاجة حلوة بالحقيقة الحقيقة يستحقها الشعب الإماراتي يا كابتن عامر. أولا النادي الأهلي جاء إلى أرضه وإلى وطنه، وأنت شوف الجمهور كيف حاضر. نعم. هذا جمهور الأهلي المصري المتواجد في الإمارات. المتواجد في الإمارات. يعني أنت شايف المدرج النهارده كله لونه أحمر. الحمد لله. تمام؟ دول جابوا التيشيرتات منين؟ أنا مش عارف، إحنا ما عندناش متجر للنادي الأهلي. ولازم النادي الأهلي يعمل له متجر. لا ما تقلقش كل ده تقلقش جمهور الأهلي يعمل أي حاجة. بصراحة دي نمرة واحد. نمرة اثنين الأهلي جاي وهو كبير إفريقيا. نعم. وهو سيدها الأول. نعم. الأهلي جاي بإعلامه بجمهوره بنجومه. نعم. الأهلي هو المصري اللي ما ينكسر لشيء رغم الظروف. إصابات، التداخل البطولات، إرهاق المنتخب المصري اللي جله من النادي الأهلي. ما حدث للنادي الأهلي الفترة الماضية. من ظروف استثنائيه. يعني اوكلاند ترى انسحب من البطوله. نعم. اوكلاند موجود كان في البطوله وانسحب من البطوله. وما عنده المشاكل اللي عند النادي الاهلي. مع ذلك انت تشوف كبرياء هذا النادي، لا يتكلم على اعذار، لا يتكلم عن غيابات. الاهلي هو الاهلي، الفانيلا الحمراء في الملعب. فعلا. الفانيلا الحمراء في الملعب. اليوم لما ندخل يعني لما انت تقول لي الاستقبال والضيافه، هذا نلقاه في مصر واكثر، اذا جيناها ضيوف نلقاه في مصر واكثر، فلذلك نحن في كل الاحوال مقصرين، لكن انا اقول الاهلي مكسب كبير لاي بطوله يشارك فيها. الاهلي لما لعب في اليابان جمهوره موجود، الاهلي لما لعب في دول مختلفه جمهوره موجود في كل مكان. لما اليوم انا اشاهد بين جماهير الاهلي، لان مكان التعليق اليوم يعني في مكان مفتوح. مظبوط. فالناس رايحه جايه، مش كلهم مصريين يا كابتن اسلام، مش كلهم مصريين اللي بتيشيرتات الاهلي. جماهيريه الاهلي جماهيريه عالميه. فيهم الاماراتي وفيهم الخليجي وفيهم الكويتي وفيهم والله العظيم اللي انا مقابل اليوم واحد بتيشيرت الاهلي يا سعودي يا عماني، وصل لعندي بتيشيرت الاهلي اقول له مبروك، تفاجات من لهجته. ايوه. احسبها مصر. الأهلي قاعد يجتاح وقاعد يقدم مكاسب ومفهوم كبير جدا. الروح اللي يلعب فيها، الإصرار اللي يلعب فيه، لماذا هذا النادي لا يغيب عن البطولات؟ لماذا لا يغيب عن الإنجازات؟ السر بالانتماء، السر بأن الأهلي فوق الجميع. أنا ما شفت أي لاعب أهلاوي يقول أنا يقول الأهلي الأهلي الأهلي. هذا الشيء اللي لازم نعمم. أي فريق يريد أن يصبح كبيرا علينا نحتذي بما يفعل الاهلي. فعلا يعني شيء محترم. نادي لا يخرج عن النص. نادي ما تشوف حاله تسيب للاعبين. نادي ما تشوف تصريحات اداريه سابقه تضرب اداريه حاليه. اهلي صالح سليم، اهلي محمود الخطيب، الاهلي هو الاهلي. فلذلك الاهلي قيمه كبيره جدا في اي بطوله يشارك فيها. كابتن عامر معلش خليني اخدك للمباراه النهارده شويه، يعني شفت المباراة ازاي في ظل ان نادي الهلال واحد من اهم واكبر الاندية العربية وزعيم اسيا، وبالتالي شفت المباراة ازاي في ظل ان النادي الاهلي كان ممكن اربعة وكان ممكن يبقى النتيجة اكتر من كده؟ نعم. قبل المباراة الترشيحات كانت تشير بفوز الهلال. مظبوط. مظبوط. الصفقات التي ابرمها الهلال في الفترة الماضية وصفقات مليونية قوية جدا. الفريق جاهز لبطولة كأس العالم الأندية، مهيئ لأهل المناخ. يفتقد الأهلي لبعض هذه الجوانب، ولكن
اعتقد ان الخطا الكبير الذي وقع ممكن حتى من بعض محبي نادي الهلال هي التقليل من قيمه المباراه بعد الاداء الكبير امام تشيلسي للكلاب. الانديه الكبيره مثل الاهلي لا تستفزها ببعض التصريحات اللي تشعرها يعني ان الفوز في المتناول والفوز سهل. وممكن هم دخلوا بهذه البرمجه، طبعا الهلال السعودي الشقيق نقول له حار لك ومعوض خير ان شاء الله فيما هو قادم. نعم. لكن من الثانيه 20 الاهلي افتتح هجماته. من الثانيه 20 ايوه يا فندم. هذا 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 معناته تحضير نفسي على اعلى مستوى. كابتن اسلام انت ادرى مننا وانت كابتن كبير وانت تعرف هذا الكلام. مزبوط. فريق عارف هدفه في المباراه. قبل حالات الطرد الاهلي متفوق بشكل واضح. زادت حالات الطرد واستمر الاهلي وقدم بالذات الشوط الاول شوط تاريخي لا ينسى لا ينسى. مزبوط. اللعب، التكتيك، التكنيك، الثنائيات، الثلاثيات، تبادل المراكز، الخطوره. اداء مبهر، اداء مبهر. اصعب سؤال اليوم ممكن تساله اي انسان، من نجم المباراه؟ الاهلي باكمله نجم المباراه. مزبوط. صحيح، يعني شيء جيد صراحه. اليوم مباراه للاهلي هي اجمل مباراه له في تاريخ مشاركاته. نعم لديه ست انتصارات سابقه واليوم الانتصار السابع، لكن انت تتكلم على فريق فاز سبع مباريات من اصل 18 مباراه في كاس العالم للانديه. ونحن نعلم ان كاس العالم للانديه الظالمه في حق افريقيا واسيا وتريح فريق امريكا الجنوبيه وتريح اوروبا، ولكن شفت الاهلي لعب ازاي وقدم ومتع يا اخي، وكان الاهلي اليوم خذ البطوله رقم 143 ولا 144. مزبوط. شوف جمهوره كيف في التفاعل يا رجل. الهدف الثالث وانا اشوف الجمهور هذا اللي خلف المرمى، هذا هذا في حته ثانيه، هذا موضوع ثاني، يعني حاله من التحفيز حتى انت كمعلق تاثر عليك وعلى نبره صوتك. كان واضح عليك جدا، كان واضح عليك جدا. احنا في حاله انبهار بصراحه. ايوه. المستوى والأداء والرغبة والالتحام والقوة والشخصية. ودائما احنا زمان نسمع من كنا صغار روح اللاعب المصري، روح اللاعب المصري. اليوم شفناها بعينينا. شفناها في كاس افريقيا مع منتخب مصر. يعني الظروف اللي واكبت المنتخب المصري او النادي الاهلي هذه مش ظروف طبيعية. لا في تنظيم الكاميرون ولا في ظروف الغيابات اللي على النادي الاهلي. مظبوط. فين المصريين طلعوا لهم اعذار؟ ما طلع اعذار. واجهوا الواقع. محمد صلاح في قمه الدلع في 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 بريطانيا الى يتسبحوا بجركل. ايوه ايوه. ما قالش لا انا محمد صلاح ولا انا استلم كاس، قال انا مصري ولا انا انا مصري تحت العلم. صح. كله تحت العلم. صح. مصر مدرسه، مصر مدرسه، مدرسه بصراحه. يعني الحاله التفاني هذه، هذا وانت بين قوسين عندك الدوري المصري لا زال مستوى منخفض وفيه سوء تنظيم ولا زال متراجع، ونتمنى اليوم اللي اشاهد فيه الدوري المصري يرتقي لمستويات عاليه. لا، الفتره اللي جايه ان شاء الله، ان شاء الله مع وجود رابطه الانديه اعتقد الامور هتتغير تماما. يا رب يا رب. احنا نفسنا، يعني انا ازعل وافرح في نفس الوقت لما اشوف السوبر المصري هنا واشوف الجماهير المصريه واشوف في مصر ممنوع الحضور الجماهيري. لا يعني هذا الجمهور، يعني انت المفروض تفرش له الارض ورد، لان هذا يحيي لك اي مسابقه. انا بقول لحضرتك تم اتخاذ خطوات فعليه، يعني دلوقتي 5-6 آلاف واحد بيبقوا موجودين في مباريات الدوري، وان شاء الله خلال الفتره القادمه هناك وعد بزيادتهم ل 10 و15 و20 ان شاء الله خلال الفتره القادمه. رجعوا لنا استاد القاهره وال 100,000 ان شاء الله في ماتش السنغال يبقى فيه ال 100,000، وان شاء الله تعلق عليه برضو يا كابتن عامر ماتش مصر والسنغال. اتشرف اتشرف، واذا ما كانش عندي تعليق احضر في الملعب. والله يا كابتن يعني ده شرف لينا واحنا سعداء بيك جدا 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 النهارده، واحنا هنا هنستقبلك وهناخدك الملعب وهتقعد في وسط جمهور مصر وفي وسط جمهور النادي الاهلي، لانك بالفعل دخلت كل قلوب الاهلاويه وكل قلوب المصريين يا كابتن. ربنا يسعدك، وهذا شرف كبير ليا، وانا سعيد جدا بالتواجد معاكم، ودائما ودنا نشارككم في افراحكم وفي انجازاتكم، وكل ما يفرح مصر يفرحنا. يكفي مقولة الشيخ زايد قال حينما تكون مصر في عزها وفي قوتها فالأمة بأسرها في عزها وقوتها. هذه قيمة مصر. ربنا يخلينا لبعض دايما.
ربنا يخلينا البعض دايما مصريين واماراتيين، مصر والامارات تظل دائما بلد واحد وشعب واحد، ودايما دايما كل الاماراتيين في قلوب كل المصريين. انا بشكرك جدا 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 يا كابتن عامر على هذه المداخله، وكلام محترم جدا وكلام جميل جدا، وهذا هو الفارق ما بين المحب من قلبه واي حد تاني. زي ما حضرتك سامع بنفس النبره اللي كان بيتكلم بيها كابتن عامر في المباراه، بيتكلم النهارده معانا، بيتكلم مع كل جمهور النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، بيتكلم مع حضراتكم بنفس النبره، تحس في نبرتهم الحب، تحس في نبرته ان هو كلام من القلب مش تمييز ولا ضحكه على الدقون. عشان كده احنا مصدقينه، وعشان كده احنا بنبقى سعداء لما بنسمعه او لما سمعناه النهارده. وهو راجل، تخيل ان كابتن عامر بقاله 20 سنه بيعلق، هو كلامه مش كلامي، 20 سنه بيعلق، يقول لك انا الموضوع اتغير بالنسبه لي النهارده بعد مباراه واحده بس لجمهور الاهلي، او مع جمهور الاهلي، او للنادي الاهلي. عشان كده دايما اسم الاهلي، ناس كتيره يعني طبعا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيتريقوا عليا اليومين ثلاثه اللي فاتوا ان انا يعني دايما بقول ان احنا كان نفسنا نكسب كاس العالم ونفسنا ناخد كاس العالم، بيتريقوا يعني ان يعني بيتريقوا، لكن ما يعرفوش ان التيشيرت ده مختلف، التيشيرت ده لما بيتحط على جسمنا بتبقى الموضوع مختلف. عشان كده انا اصريت النهارده، يعني بيقولوا لي النهارده لا، قلت لهم هلبسه وامسك العالم واحطه واقعد اعمل بيه كده طول الوقت، طول الوقت. انا النهارده جاي احتفل مش جاي اعمل حاجه، من حقي ان انا احتفل كاهلاوي. على فكره انا ولا مذيع ولا اعرف في الاذاعه ولا ليا في الكلام ده، لكن انا بقول لحضراتكم انا كراجل اهلاوي من حقي ان انا احتفل، من حقي ان انا اتبسط. انا راجل مشجع لدرجه ثالثه، انا لما كنت بلعب ناحيه اليمين كان دايما صوت الجمهور بيبقى جنبي، فانا بحب اقعد في وسطهم، فانا كده وهفضل كده ومش هتغير عن كده. فقد ايه الواحد مبسوط وقد ايه الواحد سعيد. طيب خلينا نروح لزميلنا أمير هشام، ألف مبروك يا أميرو. ألف 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 مليون مبروك يا كابتن إسلام، بس مين مضايقك بس في يوم زي ده؟ لا بالعكس، ده أنا مبسوط يعني وفرحان، مفيش حاجة، ده بالعكس، ده أنا قد إيه مبسوط وقد إيه فرحان، لأنه اليومين تلاتة أنت كنت حاسس بالضغط، وأنا عارف إن أنت كنت حاسس بالضغط اللي موجود على النادي الأهلي طبعًا، وعلى كابتن خطيب وعلى المهندس خالد وعلى الأستاذ طارق وعلى ميتسو موسيماني وعلى كل اللاعبين اللي موجودين وعليك أنت شخصيًا، والمسجز اللي بتجيلك والحاجات اللي بتجيلك وكل واحد في الفرقة، وأنتوا فرقة تعبانة وأنتوا فرقة مش عارف إيه وأنتوا فرقة إيه وأنتوا فرقة إيه وأنت يا موسيماني فاشل وأنت يا خطيب فاشل، وفي الآخر أدي المحصلة، ادي الفشله بيعملوا ايه، ادي كابتن محمود الخطيب بيعمل ايه، ادي بيتسو موسيماني بيعمل ايه، ادي امير هشام بيعمل ايه. مفيش حاجه مزعلاني، بالعكس هو الاهلي مبسوط. يا كابتن اسلام مختلف الاهلي مختلف عن اي نادي، الاهلي فعلا في روح مختلفه، الاهلي منظومه مش موجوده في مصر، في يعني في انديه كبيره وفي كل حاجه، لكن الاهلي بثقافته بعقليته بمبادئه بقيمه وكل الحاجات دي اساسيات انت بتطلع عليها بتوصل لمنصات التتويج، بتوصل لمراحل محدش بيعرف يوصل لها، هو ده النادي الاهلي حتى في ظل اصعب الظروف واصعب العقبات اللي بتقابلك وكل حاجه ضدك، ظلم واقع عليك من الفيفا، تعارض المواعيد ما بين كاس العالم للانديه، بطوله الامم الافريقيه، اصابات لعيبه مهمه جدا جدا جدا، لكن اللي موجودين بيكسبوا، اللي موجودين بيفرحوا الجمهور اللي يستحق يفرح، فهو ده النادي الاهلي. فالف الف مليون مبروك طبعا للناس كلها. بصراحه يا كابتن اسلام يعني من ضمن السفريات الصعبه جدا بظروفها بكل ما يحيط بيها بكل ما تعرض ليه الفريق، لكن الواحد كان شايف حماس عند اللعيبه، وفي نفس الوقت يا كابتن اسلام انت شايف حماس وشايف روح اوكي، بس كنت الواحد كان بيقعد يفكر طب ما احنا برضو ناقصين كتير، الموضوع هيبقى صعب يا جماعه، لكن فعلا فعلا الاهلي عنده رجاله. أيوه. الاهلي عنده لعيبه فعلا افضل لعيبه في افريقيا، فطبعا سعاده كبيره وفرحه كبيره، والسعاده المره دي اكبر من كاس العالم، انا كنت موجود في كاس العالم السنه اللي فاتت في قطر برضو مع الفريق، لكن المره دي الفرحه اكبر لان الظروف كانت اصعب بكتير، مش مجرد اصعب بس، الظروف كانت اصعب بكتير، فهو ده النادي الاهلي وهي دي روح لعيبته وهي دي ثقافه الاهلي اللي دايما بتنجحه. هو الاهلي ما بيكسبش يا كابتن اسلام كده بالصدفه،
يعني لو بالصدفه يبقى احنا بالمجموعه دي باللعيبه الغايبه دي ما نكسبش. الاهلي بيكسب عشان هو بيسيستم اموره بالشكل الصح، بيمشي في الطريق الصح، عنده حاجات وسيستم معين ما ينفعش يتكسر. فانت لما هتمشي صح اكيد ربنا هيكرمك وهيجيب لك اللي انت نفسك فيه. ولسه الجميل يا كابتن اسلام برضو، وانا بحاول اقول لك كل اللي بيحصل وكل المشاعر اللي موجوده بصراحه هنا في مقر اقامه الفريق بعد العوده وبعد ما الحصول على الميداليه البرونزيه. الجميل هنا الناس كلها بتتكلم في ايه؟ الناس كلها بتتكلم ان احنا يا جماعه احنا فرحانين بالبرونزيه، بس احنا كان نفسنا نجيب اقل تقدير ميداليه فضيه، ميداليه لون تاني على يعني حد تعبير مستر بيتسو موسيماني تحديدا. انا كان نفسي اجيب ميداليه لون تاني، بس احنا كان الظروف صعبه، فالمرحله اللي احنا وصلنا لها دي حاجه جيده جدا. فبالتالي انا بقول كده ليه؟ لان الناس بتتخيل ان الدوافع عند لعيبه النادي الاهلي بتخلص بمجرد بطوله او انجاز زي ده. لا طبعا، ده الدوافع بتتجدد، الدوافع بتتخلق من جديد. انت بتفكر ان انت ايه، انت عايز تيجي السنه الجايه تاني، انت عشان تيجي السنه الجايه تاني لازم تكسب افريقيا، فباذن الله ربنا يوفقك وتاخد افريقيا، ولما هتيجي باذن الله السنه الجايه وانت كمان كامل عن كده بكتير وبتدعيمات اكتر باذن الله، اقل تقدير برضه هيبقى المباراه النهائيه. ودينا شفنا النهارده بالميراس مع تشيلسي، بالميراس كان ممكن يكسب البطوله. ليه لا الاهلي ما يقدرش ياخد كاس العالم للانديه؟ هو ده الحلم وهو ده الطموح اللي بيفكر فيه كل الاهلاويه. فطبعا حاله كبيره من السعاده والبهجه وكلنا مبسوطين، وبصراحه الواحد بيحمد ربنا على نعمه الاهلي. الاهلي فعلا بيفرحنا جدا جدا يا كابتن اسلام. انا الحمد لله طول حياتي بفرح مع الاهلي، نادرا لما بنزعل. فبالمناسبه يعني خليني اشكر والدي ان هو خلاني اهلاوي على الهوا، انا بشكره ان هو خلاني اهلاوي وانا عندي كلنا بنشكر ابهاتنا الحقيقه، كلنا بنشكر ابهاتنا، انا كمان بشكر كلنا بنشكرهم طبعا. فانا بشكره شكرا جزيلا على الهوا. بصراحه الراجل كان بيشربني الاهلي وانا عندي 5 سنين فبشكره. فاحنا مبسوطين جدا. طبعا خليني اقول لك ان طبعا اول ما وصل الفريق هنا لمقر الاقامه كان في عدد من جماهير النادي الاهلي، واكيد اللقطات دي هتكون عندك يا كابتن اسلام لو ما زعتهاش لحد دلوقتي اكيد هتتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي. جمهور بالظبط، جمهور النادي الاهلي كان موجود وحريص جدا ان هو يكون موجود ويقابل الفريق قدام مقر الاقامه، وحياهم تحيه كبيره جدا جدا. جمهور الاهلي البطوله دي هو العامل رقم واحد بعد توفيق المولى عز وجل في حصول النادي الاهلي على المركز الثالث. ليه بقى؟ لان طبعا في ظل برضو الظروف، وكل الطرق بتؤدي للحديث عن الظروف بصراحه، لكن في كل الاحوال في ظل كل ما حدث بالنسبه للنادي الاهلي ما قبل واثناء هذه البطوله، الجمهور ما كانش بيشجع لعيبها، الجمهور بيشجع تيشرت الاهلي، الجمهور بيشجع اسمه كيان الاهلي، تاريخ الاهلي. فالناس كانت حريصه ان هي تبقى موجوده في مباراه مونتيري، وكان بشكل كبير جدا مباراه بالميراس الظروف وكل ما اللي حصل عارفينه. النهارده كمان جمهور الاهلي موجود رغم ان انت بتلعب فريق قوي جدا جدا زي الهلال السعودي بامكانيات كبيره، بكل حاجه عندهم كويسه، لكن انت قدرت ان انت تكسبهم، مش تكسبهم 1 ولا 2، انت كسبتهم 4 وبتفوق، وكنت من اول المباراه نازل يعني واخد المبادره بالشكل الممتاز المطلوب، وهو ده الشكل اللي كان بيتكلم فيه مستر بيتسو موسيماني على طول في المحاضرات، واللي كان نفسه ان الشكل ده هو اللي يحصل في مباراه بالميراس، بس ما كانش فيه توفيق. فانت الشكل اللي ابتديت بيه ده برضو اللي خلاك دخلت الجيم بسرعه، بالتالي قدرت تجيب جون بدري في الثاني في الثالث في الرابع، بغض النظر كمان على الكروت الحمراء لان انت تقدمت وهم كاملين. فالاهلي هو يعني سيد اسياد العرب وسيد اسياد افريقيا، وهو يعني النادي الاكبر في الوطن العربي في افريقيا، ونتيجه مباراه النهارده بتثبت كده، وهي خير دليل على كده. لان فعلا زي ما انت قلت يا كابتن اسلام في الاول، الكلام كان كتير جدا على الاهلي والتشكيك كان كتير جدا في الاهلي وفي مستر بيتسو موسيماني. الراجل ده يا كابتن اسلام وحياه ربنا الراجل ده بيشتغل شغل، انا بتابع التمرين وانت اكيد يا كابتن اسلام في القاهره لما كنت بتروح مثلا النادي او حاجه كنت بتبص وليك نظره، الراجل عندك خبره. انا بتابع التمرين في المعسكر ده او في الرحله دي، الراجل بيشتغل فعلا، الراجل بيقعد ساعه ونص ساعتين في التمرين بيحفظ اللعيبه التكتيك اللي عايز ينفذه. النهارده اكتر من هدف من الهجوم عن طريق الشكل اللي اتمرنوا عليه في التمرين، في جمل كتير جدا حصلت على الاطراف، لو خدتوا بالكم على الاطراف حصلت تمام، وانت بتطلع بالكوره وبتكمل لقدام. والله كنت قاعد انا واحد الزملاء الاعزاء الصحفيين جنبي، قلنا يا جماعه ايه ده، احنا ده اللي شفناه في التمرين امبارح. فده معناه ايه؟ معناه ان الراجل ده مدرب كبير، هو فاشل. الراجل ده مش مستني، هو راجل فاشل يا امين. واحد جايب لك يا راجل بتقول كلام، قول كلام بقى عدل يا اخي، قول ان هو راجل فاشل وما بيعرفش يدرب لا مش ممكن يعني.
مش بعيد تلاقي النهارده مواقع كاتبه لك ان موسيماني هيمشي او ان اداره الاهلي بتتفاوض مع فيريرا. فاكر فيريرا؟ كان كل شويه اقول لك فيريرا 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 جاي، فين فيريرا يا جماعه؟ تقول لنا فيريرا فين؟ يعني فين الناس الاسماء اللي كنا بنسمعها؟ القطه كانت فين الكلام ده؟ وبعدين ناس كتير كانت بتنتقد تقول لك الراجل يا كابتن اسلام يقعد يقول لك الراجل بيدي اجازات كتير جدا للعيبه. طب ما اللعيبه عندها مخزون بدني يا جماعه، ما الاجازات دي محسوبه. ما هو في برنامج معين محطوط للعيب، برنامج بدني معين. ما اللعيبه دي عندها مخزون كده كده، لو خدوا اجازه يوم ولا اتنين ولا اسبوع. ما عندوش فكره، هو ده جهاز فني كده بقى. تقعدش تقول كده كل شويه يعني، ما مش ممكن. حاجه يعني غريبه اقسم والله. الواحد شاف يا امين حاجات الفتره اللي فاتت والله دي بجد بجد انا ما شفتش كده. يعني انا مطلوب مني مثلا، انت راجل قناه الاهلي اوفدت امير علشان يروح يجيب لنا كل الاخبار اللي هناك. طيب لما هو يجيب الاخبار واحنا نطلع نقول له امير انت وحش، طب ده ليه؟ ما هو الراجل اللي شغله عمله، يعني الشغل بتاعه كله عمله، بيروح يمين وبيروح شمال وكل حاجه، والدنيا حلوه ولطيفه، وبيجيب لكل جمهور النادي الاهلي الاخبار، هو ودكروري وعويضه، ثلاثه عاملين شغل جامد جدا هناك. هل المفروض ان احنا نقول لهم لا انتوا وحشين؟ هو ده اللي بيحصل مع موسيماني. بيكسب تقول له انت وحش، تخسر ده اللي بيحصل مع موسيماني تقول له انت وحش. اعتقد هو تقريبا محتاج موسيماني ان هو مثلا ايه، يبقى شعره اصفر شويه. برافو عليك. نعتبره مثلا من جايبينه مثلا من ايه، من انجلترا او من المانيا، او نقول عليه مدرب الماني عشان الناس تبقى مبسوطه. يعني الراجل اولا يا كابتن اسلام، الراجل كميته ماشيه جدا مع الاهلي بالزبط. الراجل مش مجرد كيمياء بقى وحظ بقى، الراجل وحياه ربنا يا كابتن اسلام بيذاكر الفرقه اللي بيقابلها مذاكره مش قادر اقول. احنا ما بنشوفوش في الاوتيل من الاخر، يعني احنا ما بنشوفوش في الاوتيل غير مثلا ايه على ميعاد الغداء وعلى ميعاد المحاضرات، غير كده هو في الاوضه بيذاكر. طب يا امير والنبي انا هسالك سؤال. طب انا هقول لك يعني على حاجه، يعني احنا كسبانين النهارده وعاملين وبتاع وكل حاجه، الدنيا وراك ضلمه ليه كده؟ انا ما يعني مش عارف انا. بص هقول لك ليه، لان احنا دلوقتي واقفين جنب المطعم بتاع الفريق، الفريق كله يعني بياخد وجبه عشاء بالنسبه له بعد مجهود كبير. ماشي. طبعا طول اليوم لا خلاص مش هقدر اتكلم طول اليوم بره الفندق. وبعدين خليني اقول لك كمان ان الحته اللي ورا دي اللي انت شايفها كابتن اسلام دي كانت مليانه جمهور، فالجمهور برضو يعني الامن بتاع الفندق يعني حاول ان هو يخلي الجمهور يمشي بعد ما احتفل مع الفريق برضو طبقا للاجراءات الاحترازيه، ولسه برضو في قلق شويه طبعًا من موضوع كورونا، فده طبيعي جدا، اجراءات لازم تحصل. لكن في كل الاحوال مستر بيتسو موسيماني بالعوده ليه، لان الراجل ده لازم ياخد حقه لازم ياخد حقه بنسبه 100%. بعض الملاحظات وحاجه زي كده يعني مش عارف المفروض اقولها ولا لا، بس انا هقولها. يعني احنا كنا في قبل مباراه بالميراس بنتفرج على تمرين بالميراس انا وزميلي دكروري، فجينا احنا حظنا يعني رحنا والتمرين بيخلص، فكان في بعض الجمل التكتيكيه بتتعمل، فخدنا الجمل التكتيكيه دي بصراحه ورحنا قلت انا رحت قلت لمستر بيتسو قلت له انا شفت يعني جمل تكتيكيه بتتعمل في فاولات لو حابب تعرفها. قال لي حابب جدا جدا جدا. الراجل وقف وسمع، الميزه عنده ان هو بيقعد يسمع. قلت له حصل كذا 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 كذا، راح راسم التكتيك على الورقه وقعد صوره في الموبايل بتاعه وقعد ذاكره. الكور الثابته في مباراه بالميراس، احنا مش بنقول ان احنا يعني جامدين بقى انا ومثلا ودكروري والكلام من ده، لا انا بقول لك يعني انا عايز اقول ايه، ان الراجل بيسمع لاي حد، احنا مش فنيين لكن هو بيحب يستفاد من اي حاجه، من اي فرصه قدامه عايز يستفاد منها، وده ذكاء في حد ذاته طبعا، ده ذكاء كبير جدا. الراجل دماغه ما شاء الله ذكي جدا وبيعرف يستغل اي حاجه في صالحه وفي صالح الفرقه، بيحب الاهلي حب كبير. فبالتالي ان شاء الله باذن الله الراجل هيكون موجود مع النادي الاهلي والدنيا هتبقى ماشيه وطموح هيتحقق السنه الجايه، وده اصرار كبير جدا عند اللعيبه. هقول لك برضو على حاجه كمان يا كابتن اسلامي، انا بحب دايما احكي الكواليس. احنا متعودين مثلا كابتن سيد بيبقى حافظ مواعيد بماتشات افريقيا، مواعيد مش عارف يوم 25 احنا عندنا ماتش مع مين، مدير كوره شغلته هو عارف الكلام ده. انا فوجئت ان حتى محمد الشناوي اللي هو كابتن النادي الاهلي اللي كان مشغول الفتره اللي فاتت بالمنتخب طبعا، واللي ما كانش موفق مع منتخب في الفوز بالبطوله، لكن عملوا لنا يعني بطوله كبيره في الحقيقه بنحييهم كل التحيه، حافظ مواعيد ماتشات الاهلي في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. يعني هو مش مستني الماتش الجاي عندنا مين يا رجاله طب يلا نجهز، لا هم الناس بتجهز نفسها بدري بدري، الناس بتهيئ نفسها بدري بدري. احنا عندنا مراحل، احنا المرحله الحاليه احنا هنرجع عندنا الهلال السوداني، بعد كده هنروح نلعب مش عارف صن داونز في القاهره، وبعدين هنلعب مع المريخ، وعارف المواعيد
فلما تلاقي كابتن فريق الشناوي نفسه حافظ احنا اللي عندنا ايه وهنلاعب مين ومش عارف ايه، تاكد ان الكلام ده منقول للعيبه، تاكد ان دي نفس دماغ اللعيبه، فمن هنا تطمن على الاهلي. لما تلاقي في لعيبه يا كابتن، مش بتكلم بقى على لعيبه الاهلي، ممكن في اي نادي تاني في لعيبه تقول لك ايه، تقول لك احنا يا عم الماتش الجاي مين مش عارف، عندنا مين يا جماعه، حد يقول لي احنا هنلعب ماتش، ما بيبقوش مهتمين، ما بيبقوش احنا كلعيبه بنروح قال لك ايه خلاص نستنى الماتش الجاي هنشوف هنلاعب مين ونجهز له. لكن الناس هنا مركزه، الموضوع مش مجرد ان احنا بنلعب كوره، الموضوع مرتبط بحب وعشق للنادي الاهلي وبارتباط بجمهور النادي الاهلي اللي هم دايما نفسهم يفرحوهم. يعني امير اخيرا عشان النهارده هيبقى في حاجه تانية، احنا سهرانين يعني، احنا قاعدين شويه يعني لسه ساعه صراحة. ولا ساعتين كمان طبعا طبعا يعني عندك لسه ان شاء الله ان شاء الله انا بقى بص مش عايز اطلع تاني على طول يعني. انا قلت اللي عندي، فانا عايزك انت اللي تفضل بقى ايه يمين وشمال وكل حاجه باذن الله. كل جمهور النادي الاهلي ينتظر اللقاءات القادمه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله كواليس ان شاء الله تكون معانا ان شاء الله خلال الساعات اللي جايه باذن الله. كابتن اسلام حبيبي يا ميرو، الف 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 مبروك وبارك لكل البعثه، وقول لهم ان كل جمهور النادي الاهلي بيقول لهم مبروك، ويعني ان شاء الله ننتظرهم لما يرجعوا بكره ان شاء الله. إن شاء شكرا الله جزيلا زميلنا العزيز امير هشام. زي ما حضراتكم شفتوا كلام مهم جدا جدا قاله لنا امير، وهو ده النادي الاهلي، ومن هنا تتجلى عظمه النادي الاهلي في كل اللي حضراتكم بتسمعوه من امير، ومن اللي بتشوفوه مع الاستاذ طارق قنديل بيعمله والاستاذ خالد مرتجي وكل الناس المسؤوله عن بعثه النادي الاهلي. عموما خلينا نطلع نشوف ماذا حدث في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. حصلنا على الميدالية نيابة عن النادي الأهلي الرياضي، حصلنا على الميدالية لمصر، حصلنا على الميدالية لإفريقيا، لذلك فإن الفوز بهذه المباراة كان مهما للغاية بالنسبة لنا. الحمد لله تمكنا من ذلك. أعتقد أننا بدأنا جميع المباريات الأخرى التي خضناها، لقد دفعنا إلى الأمام، كنا حازمين للغاية منذ البداية وحمدنا ربنا منذ البداية، ولهذا السبب تمكنا من تحقيق الهدف. يمكنك أن ترى أن الهدف الذي لم نتمكن من إحرازه في وقت سابق وسجلنا من بعدها واحدا أو اثنين، ومن الواضح أنه يتعين علينا قول الحقيقة عندما يحصل الفريق على بطاقة حمراء، فهذا يعطيك أفضلية. لأكون صريحا أشعر بخيبة أمل، كنا بحاجة إلى لون مختلف للميدالية، لكن من المضحك أن هذه ميدالية تعني أكثر بالنسبة لي من تلك التي كانت في العام الماضي. الأمر مختلف تماما لأن هذه المباراة خضناها دون لاعبين مصابين، وهذه المباراة لعبناها مع لاعبين كانوا في كأس أمم إفريقيا، لأن برامج الكاف وفيفا متضاربة. وبإمكانك أن ترى أيضا حتى الآن بدأ دوري أبطال إفريقيا ونحن هنا، لذلك هذه البرامج متداخلة. المباراة طبعا دي بحمد ربنا وبشكر فضله، النهارده كان معانا التوفيق، وكنت كل كرة بطلع فيها كرة ثابتة ببقى معايا التوفيق ان انا هروح عليها والعبها واجيبها يعني الحمد لله. طبعا كانوا زمايلي ده بالاتفاق طبعا مع اللعيبة، زمايلي بنتفق على حاجة بنعملها وربنا كان بيوفقنا فيها الحمد لله. بالنسبة لل فيما بعد انا نفسي اطور طبعا، لان دايما بشتغل على نفسي، دايما بطور من نفسي، بشوف النواقص اللي عندي ايه وبتكلم مع الكوتش وبكملها، دايما بشوف ايه الايجابيات وبشتغل عليها وبنميها، السلبيات ايه وبرضه بحاول اشتغل عليها. فدايما الحمد لله لازم حتى طول ما انت ماشي كويس بتلعب اساسي مش شرط، لازم تشتغل على نفسك كويس ولازم تتطور من ادائك وتشوف ايه النواقص اللي عندك وتكملها. طبعا بنحمد ربنا على المكسب، يمكن ماتش كان صعب جدا، كنا عاملين حساب فريق نادي الهلال بشكل كويس، درسناهم والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق سكور كمان الحمد لله يعني. الحمد لله طبعا على المكسب، مكسب مهم جدا، اللعيبه كانت نازله مركزه وعايزه تاخد مركز، الحمد لله كنا مستعدين كويس. وكالعاده هتنتهي الاحتفالات النهارده، ممكن بكره يبقى في بعض الاحتفالات ابتداء من يوم الاثنين او من يوم الثلاث، خلاص محدش هيفكر في حاجه غير مباراه الهلال السوداني، غير لازم افكركم كل شويه بالكلام ده لانه دايما او انتوا دايما جمهور النادي الاهلي اللي بيفكرنا. ولكن نرجع مره ثانيه للامارات وماذا قال المدير الفني لنادي الهلال السعودي ليوناردو جارديم، ماذا قال بعد نهايه المباراه في المؤتمر الصحفي، ونرجع لحضراتكم مره اخرى.
أعتقد أنه في مباراة الأهلي ضد مونتيري شاهدت أنهم فريق جيد، لكن كان لديهم الكثير من الانتقالات ضد بالميراس. لقد رأيت أنه عندما كان بالميراس يتراجع ويعود ويهاجم الهجمات المرتدة واجهتهم صعوبة أكبر، وشرحت ذلك للاعبي فريقي. قلت إن فريقنا يحب اللعب، يحب الاستحواذ على الكرة، لكن عندما يخسرون الكرة فإنهم يواجهون صعوبات، وهذا بالضبط ما أردنا القيام به. ولكن بالطريقة التي بدأنا فيها المباراة لم تكن هناك استراتيجية ضغط، والتي كانت ستقاوم لأن الكثير من الناس يتحدثون عنها. ولكن عندما لا تذهب إلى أرض الملعب بسلوك صحيح، وعندما لا يكون ذهنك في المكان المناسب، وعندما تلعب بعشرة أو تسعة لاعبين فلا توجد هناك استراتيجية ناجحة، لن ينفع أي شيء. طيب، ده كان كلام المدير الفني لنادي الهلال السعودي. يعني بنشكره جدا على نحن كسبنا 4 الحمد لله، بالنسبة لنا الأمور جيدة جدا وكل الأمور ماشية الحمد لله الحمد لله في الطريق اللي احنا عايزينه. بالمناسبة مش عايز أي حاجة ومش عايز أي حد يضع أو يقول إن في مشاكل ما بين جمهور الأهلي وجمهور الهلال أو جمهور مصر وجمهور السعودية. مش هيحصل. جمهور السعودية وجمهور الهلال إخواتنا وأصدقائنا وأحبابنا. ده عاملين على تويتر دلوقتي في هاشتاج نمرة 1 في السعودية. هاشتاج كله هزار. كل الجمهور السعودي عامل هاشتاج يعني لطيف، وكل الجمهور المصري داخل يهزر معاهم. هذه هي العلاقة. وهذه هي كرة القدم. عمر ما هيحصل مشاكل، عمرها ما هتحصل، عمرها ما هتحصل، ومحدش هيودينا لهذا الاتجاه. خلي بال حضراتكم من هذا الموضوع، الموضوع ده مهم جدا جدا. الهزار اللطيف الجميل ده بيحصل، مفيش مشكله ما بين مشجعي كره القدم، ولكن اكتر من كده مش هتحصل ابدا 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 ما بين المصريين والسعوديين. الاهل الشر اللي بيخشوا في النص مش هيعرفوا يعملوا حاجه، كلنا هنقف، كلنا هنقف في هذا الامر. فمهم جدا جدا، لان انا شايف الموضوع دلوقتي في بعض من اهل الشر بيخشوا كده يقولوا شويه كلام، لكن مش هيحصل. جمهور الاهلي واعي جدا 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 لهذا الامر، وجمهور الهلال ايضا. جمهور الاهلي واعي جدا جدا لمثل هذه الامور، وجمهور الهلال ايضا بيبقى واعي لمثل هذه الامور. فنخلي بالنا لانه مش هتحصل ابدا ابدا ما بيننا وما بين اشقائنا في السعودية هذا الأمر. بيتسو موسيماني صاحب أرقام قياسية كبيرة جدا، وصاحب الحقيقة هو واحد من المديرين الفنيين اللي بيعرفوا يديروا المباريات الكبرى. يعني عنده استراتيجية معينة بيعرف يدير بها الماتشات الكبيرة وبيكسبها. كل البطولات اللي دخلها الكبيرة كسبها أو كسب منها ميدالية زي ما شفنا في كأس العالم للأندية، وبالتالي مدير فني يستحق كل الاحترام وكل التحية. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، بيتسو موسيماني والمواجهات الكبرى، وبعد كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل هيبقى معايا دكتور أحمد ثابت وأيمن جيلبرتو، هنتكلم عن المباراة وكيف استطاع بيتسو موسيماني أن يفوز على ليوناردو جاردم المدير الفني لنادي الهلال السعودي. بعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل أحمد ثابت وأيمن جيلبرتو. صراحة أنا بحب الأغاني دي جدا، أنا بحب أفضل، أنا ممكن أفضل أسمع الأغاني دي وخلاص، ما عنديش أي مشكلة في أي حاجة تانية. فيعني كلنا كنا بنغني مع هذه الأغنية الرائعة دايما، أي حاجة بتخص الأهلي دايما بنبقى مبسوطين بيها ودايما بنبقى فرحانين بيها. خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة. أنا مش هتكلم تاني عشان بس أنا مش هتكلم تاني. نسمع ضيوفنا في هذه الفقرة. ازيك يا ثابت وألف مبروك. الحمد لله تمام. ألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللعيبة والجهاز الفني، البرونزية الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي. بالتأكيد يعني حق النعمة أن أنت تكون أهلاوي، يعني فخر لحد أي حد أنه يكون أهلاوي. اللي بيحصل ده يعني بصراحة في ظل الظروف والإصابات واللعب، أن أنت بتلعب كاس أمم مع منتخب مصر وإصابات ولعيبة جاية، وفعلا يعني الفيفا ظلمنا. نعم الفيفا بصراحة ظلمنا. يعني لو كنا لعبنا
باللعيبه كامله مع منتخب مصر كمان كان يبقى فيه كان ممكن يبقى عندنا فرصه اكبر ان احنا كمان نوصل نهائي طبعا بالأمانة. لكن في النهايه الفرحه النهارده الحقيقه فرحه مهمه جدا وكبيره جدا في ظل كل الامور اللي انت اتكلمت فيها دي كلنا بنتكلم فيها بقالنا فتره ولكن في النهايه يظل دائما النادي الاهلي بمن حضر صح النادي الاهلي بمن حضر انا عارف الجمله بتتعب بس هي كده اهلي بمن حضر ازيك يا جيلبرتو ازيك يا كابتن انت عارف ان انا كنت عمال اكلم جيلبرتو بقالي ساعه قبل ما انت جيلبرتو الحقيقي انا كلمته وانا جاي في الطريق والله لان انا كنت عايز اشوفه قلت له انت هنا مع ما اعرفش ان هو مع الفرقه في اتلتيكو فلما شفت الصور قلت له انت هنا في مصر قال لي قلت له طيب تمام وشفته الماتش وبتاع بعد كده بعت له قلت له انت قاعد لما التليفون انا اللي معايا ده مقفول لا انا بشوفه على الماسنجر ما على الماسنجر على الماسنجر بكلمه على التليفون اللي معايا ده مقفول قال لي مسافرين النهارده بالليل فمش عارف كنت عايز اروح له بكره بس يلا انا كان نفسي النهارده اجيبه كان نفسي والله بجد كان نفسي انا بحب جيلبرتو جدا جدا وكل جمهور النادي الاهلي بيحبه الحقيقه بالظبط فازيك انت جيلبرتو انا كويس الحمد لله انت كويس مبسوط انا مبسوط انا مبسوط كلموا بعض بقى وطلعوني انا بره يعني اقعدوا تكلموا في بعض بقى عشان النهارده الحقيقه كلنا زي ما قلت مبسوطين وفرحانين وبالتالي حاجه مهمه جدا يا ثابت ان احنا نتكلم عن الاداء اللي حصل النهارده ولماذا استطاع او كيف استطاع لماذا استطاع ماشي كيف استطاع من النهارده كل حاجه متاحه كل حاجه متاحه ترى مبسوطين كل حاجه هتمشي كيف استطاع بيتسو موسيماني ان يفوز في هذه المباراه من وجهه نظرك الاول قبل ما نقف على السبوره بيتسو موسيماني بصراحه للامانه مدرب كبير قوي يا كابتن اسلام بصراحه مدرب ممتاز في كل المباريات الكبيره ممتاز قوي هو بمذاكرته للخصم بيذاكر الخصم كويس جدا بيقرا نقاط القوه والضعف بشكل مميز جدا يمكن هو النهارده عجبني قوي 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 في تغيير طريقه اللعب بتاعه النادي الاهلي يمكن اول مره من فتره طويله نشوف النادي الاهلي بيرجع يلعب 4 3 2 1 3 ارتكاز الحاجه الثانيه كمان الضغط العالي اللي بدا بيه والشخصيه الموجوده اللي بدا بيها انت النهارده الكارتين الحمر دول هم جايين كده مش جايين صدفه يا جماعه هم جايين نتيجه ايه نتيجه ان الفريق واقف على رجله صح ضغط منظم ضغط عالي من اول المباراه شخصيه فريق في حاجة مهمة أهم من كمان من كل ده وهو وجود جماهير النادي الأهلي من وجهة نظري احنا كسبنا أول مباراة وثالث مباراة بسبب وجود جماهير النادي الأهلي إن هي مالت الاستاد بالشكل ده جماهير عظيمة الماتش الوحيد اللي خسرناه قدام بالميراس كان بسبب إن عدد الجماهير قليل بسبب برضو الفيفا مفروض بعد كده يكون في عدل في عملية توزيع التذاكر وإن يكون عامل حساب وإن في فرقة تانية هتوصل فيكون ما يكونش الحجز من بدري لأن لينا حق إن احنا جماهيرنا تكون حاضرة احنا بنشوف لما بتكون الجماهير في الملعب كابتن إسلام بسم الله ما شاء الله جماهير النادي الأهلي ليها من وجهة نظري هي كلمة السر في الفوز وفي إنجازات النادي الأهلي الدائمة طبعا بيتسو موسيماني زي ما قلت لحضرتك هو بدأ بالضغط العالي من بداية الماتش دي حاجة برضو مش متوقعه الحاجه الثانيه تغيير وظيفه حمدي فتحي النهارده ما كانش ليبرو في الثلاثه الفلات لا هو كان بيرحل قدام ورا السوليه ورا ديانج عشان يغطي عمليه الضغط العالي وهو اللي يعمل عمليه السكريننج ويغلط فرقه الهلال على عكس مدرب الهلال اللي عمل 4 تغييرات كلفوه كتير يمكن هو غير حارس المرمى غير المساك غير الظهير الايمن كاريو دخل وحول موسى ماريجا مهاجم وقعد ايجالو احتياطي فالتغييرات اللي عملتها دي أربكت حسابات فرقة الهلال بشكل كبير جدا يعني فبصراحة يستحق التحية بيتسو موسيماني برضو ما ننساش دور الإدارة الشاطرة الداعمة دايما اللي دايما بتجدد اللي دايما بتبقى مدية الثقة للجهاز الفني واللعيبة نص كذلك فلوس. طبعا نص القيمة التسويقية تقريبا 60 مليون يورو و30 مليون يورو انت بتلعب فرقة النهاردة أعلى منك في القيمة التسويقية وطبعا عارفين ان ده ديربي عربي وانت بتكسب النهاردة يا جماعة بتكسب الهلال السعودي 4-0 اكبر نتيجة في تاريخ النادي الأهلي في كأس العالم للأندية انت كمان يا كابتن اسلام مش بتكسب بس كده ده يعني لو استعرضنا الأرقام بتاعة المباراة انت بتكسب ملحمة تاريخية يعني مباراة عظيمة جدا النهاردة للنادي الأهلي في كل شيء تعال نشوف حتى الأرقام يعني الأرقام استحواذ النادي الأهلي النهاردة 72% مقابل 28% انت مش بتلعب في دوري محلي انت بتلعب في الارقام دي يعني ممكن تشوف دوري محلي لكن انت بتلعب في كاس عالم للانديه ومع الهلال السعودي اللي هو بطل اسيا عدد التمريرات بتاعه النادي الاهلي 624 تمريره هم عاملين 241 تمريره شايف الفرق عدد التمريرات الصحيحه 3 اضعاف او ضعفين 3 اضعاف عدد التمريرات الصحيحه الاهلي عامل 558 تمريره مقابل 168 للهلال حتى المحاولات هم عملوا محاولتين بس احنا عاملين 20 محاولة على المرمى منهم 10 صح وهم مش عاملين ولا محاولة ما بين الثلاث خشبات عدد العرضيات الاهلي عامل 20 محاولة هم 20 عرضية هم عاملين 7 عرضيات بس
الضربات الركنيه 5-4، حتى الالتحامات الثنائيه 42 مقابل 39، فانت متفوق فنيا، تكتيكيا، رقميا، بدنيا، كل حاجه انت متفوق بسم الله ما شاء الله. فبصراحه بيتسو موسيماني يستحق التحيه. طيب ارقام موسيماني بقى مع الاهلي؟ لا يعني طبعا احنا المباراه زي ما ثابت كده اتكلم هي من المباريات التاريخيه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه كنتيجه كمان، نتكلم 4-0 النادي الاهلي تقريبا طبعا، لاول مره يسجل هذا الكم من الاهداف في مباراه واحده في تاريخ مشاركاته في كاس العالم للانديه. لا ما احنا في التاريخ ماشي في تاريخ المشاركات يعني نعم. احنا كسبنا 2-1، كسبنا 1-0، لكن اقصد ما كسبناش 4-0، سجلناش 3 اهداف في شوط واحد في اي مباراه من المباريات اللي لعبناها قبل كده. بيتسو موسيماني يعني الارقام مميزه كلها، بنتكلم 82 مباراه كسب 52، تعادل في 24، خسر 6 ماتشات بس، مسجل مع الفريق مسجل معاه 158 هدف عليه 61 هدف، يمكن ده الرقم الوحيد اللي الناس سلبي شويه اللي حاسين تقدر تتكلم فيه، تقدر تتكلم نقدر نقول بس ان في علامات محتاجين نظبط فيه الامور، وهو بيحاول يعمل كده من اول السنه دي بالظبط. شباك نظيفه 73 مباراه، عدد البطولات 5، شباك نظيفة 37 عفوا، البطولات 5، بنتكلم منهم 2 دوري ابطال افريقيا و2 سوبر افريقي. من زمن كان الاهلي بيحاول، لكن للاسف كان عندنا سوء توفيق في 2 نهائي ورا بعض 17 و18، و2 برونزيه كاس عالم الانديه. لا يعني ارقام كلها مميزه. كمان في حاجه ان هو في فتره كده كنا بنسمع ان الاهلي عنده مشكله في بعض المباريات، الوداد رايح جاي الحمد لله، الترجي رايح جاي الحمد لله، الزمالك نتائج كلها مميزه، بعد ان كان في فتره الاهلي ممكن يكسب ماتش الزمالك يكسبه ماتش، بطوله هنا بطوله هنا، مع بيتسو موسيماني الامور انا ما حضرتهاش الفتره دي بس لا ما نتكلم في الفتره الاخيره. مونتيري لما الاهلي يلعب مع مونتيري ماتشين يخسرهم، فالحمد لله في ثأر اهو من مونتيري. النهارده الهلال السعودي هنتكلم اول فوز للاهلي كمواجهه مباشره مع بطل اسيا، حضرتك للاسف حضرت خساره. لا ما حضرتوش ماتش الحاج جده 2005 كنت موجود، كنت لسه كان 1-0 ده كان في 2005 مونديال 2005 مونديال 2005 مونديال اوكي طبعا بس طبعا وحضرت ولعبت واحتفلوا بيا وكل حاجه. فلا كلها ارقام مميزه. دايما بنقول اي مدير فني في العالم ليه اوقات لازم تنتقده طبعاً، وتنتقده بشكل ايجابي عشان يتطور، ولما بيعمل انجاز لازم تشيد بيه. للاسف مع بيتسو موسيماني في حاله غريبه جدا، انا اول مره شخصيا اشوفها، ان المدرب بيتعامل مش بالمباراه، لا ده ممكن يتعامل بالتغيير بالدقيقه بالثانيه بالدقيقه، انت ليه عملت، انت ليه ما عملتش، انت ليه قلت، انت ليه ما قلتش. مش كل المدربين عايشين معانا، كل مدرب بيبقى جاي من ثقافه ومن بيئه مختلفه طبعا، بالتاكيد بيبقى محتاج في ناس تعرفه او تقول له ازاي انت بتتعامل هنا، ازاي الثقافه هنا مختلفه، فده مع الوقت بيكتسبه. الناس كلها حاطه نموذج مانويل جوزيه، عايزين كل الناس تبقى مانويل جوزيه، صعب ده مفيش زيه، ده استحاله استثنائيه يعني بالظبط. اول ما تفكر في مانويل جوزيه مش هتلاقي زي مانويل جوزيه، لان مفيش كده. اول ما تفكر في ابو تريكا مش هتلاقي زي ابو تريكا، فكر في بركات بس هتلاقي زي بركات، بيقرب منه يعني يا رب. نقصد كأرقام والحاجات دي كشخصية، كشخصية التعامل ان هو على طول انسجم معاه، دي شخصية استثنائية. كل المدربين اللي جم بعديه كلهم اجتهدوا، كلهم كسبوا بطولات، ولكن مش شرط يبقوا هم مانويل جوزيه بالظبط، كل واحد ولو شخصيته كل واحد ولو شخصيته نعم. فهنا النهارده بيتسو موسيماني لازم الناس تتعامل معاه بهدوء شويه، حتى جماهير النادي الاهلي او حتى رموز النادي الاهلي وهم بينتقدوا. معلش اصل جمهور النادي الاهلي بعض الجمهور يعني بعض الجمهور بيعمل ايه؟ بينتقد، وده حق الجمهور. لا انا ما اقصدش على الانتقاد يا كابتن، اقصد على بيقصوا في الانتقاد اهو، انا بقول لك اهو وبيقصوا في الانتقاد، ولكن انت بتشوف ثاني يوم ايه اللي بيحصل. يعني انت شفت بعد مباراه بالميرس الاخيره ايه اللي حصل، انتقاد قاسي جدا لبيتسو صح؟ صح. بعد المباراه ثاني يوم مسانده. هذا هو الفارق ما بين دايما جمهور النادي الاهلي واي جمهور لكن تاني. انا اقصد ان لازم الناس عشان الجمهور بياخد برضو انطباعاته من ايه، ما الجمهور طبعا ذكي، ولكن في بعض الاحيان تخيل كل شويه الناس قاعده بتسمع بيتسو عمل وسوى واصله ما لا يليق، وما وللاسف ساعات بيطلع من بعض الناس، لا طبعا رموز كبيره النادي الاهلي كلنا بنتعلم منهم، ولكن بيأثر، لما بيأثر على الجمهور بتخلق حاله من التوتر. فاحنا عايزين نبقى فيه هدوء، عشان لما يبقى فيه هدوء اكيد الانتصارات هتيجي واكيد الامور هتبقى افضل. يعني يا رب ان شاء الله. هتقولوا لنا ايه النهارده على الشاشه؟ خلينا نروح للشاشه ونشوف هتقولوا لنا ايه النهارده من خلال
هذه المباراة الصعبة جدا والمهمة جدا، واستطاع النادي الأهلي كيف استطاع بيتسو موسيماني ان هو يفوز في هذه. اتفضلوا، لا اتفضلوا احنا على الهواء مفيش مشكلة عادي. كيف استطاع النادي الأهلي وبيتسو موسيماني ان يفوز على المدير الفني لنادي الهلال السعودي ليوناردو، وايه اللي عمله بيتسو موسيماني علشان يقدر يغير من استراتيجيه النادي الاهلي في هذه المباراه؟ طبعا اتفضل يا احمد. زي ما قلنا كابتن اسلام، بيتسو موسيماني بدا المباراه، احنا كنا اتكلمنا في المشكله بتاعه النادي الاهلي في مباراه بالميراس، كانت في التحولات الهجوميه كان عندنا فيها مشكله. لما كان بيلعب حسين الشحات وقفشه، طبعا اثنين نجوم كبار، بس قلنا ان قفشه مش لعيب خط، وحسين الشحات كان عنده يعني ما كانش موفق في المباراه دي، وقلنا ساعتها ان طاهر لما توظفه كجناح هيديك حته السرعات، التحول من الدفاع للهجوم، وكذلك احمد عبد القادر. بيتسو موسيماني يا جماعه فاجئنا النهارده بعمليه الضغط العالي بطريقه 4-3-3. بص كام واحد يا كابتن اسلام ضاغطين على لعيبه الهلال، واحد مين الاثنين اللي في النص دول؟ اليو ديانج وعمرو السوليه. اليو ديانج وعمرو السوليه زقين لقدام، طاهر على اليمين، عبد القادر على الشمال، وقدام محمد شريف كا مهاجم وهمي، والعمليه الناس كلها ضغطه، ومين اللي بيغطيهم ورا؟ حمدي فتحي. حمدي فتحي هنا الطريقه اتحولت ل 4-3-2-1، اللي هي 4-1-4-1، اللي هو وجود حمدي فتحي كارتكاز قدامه عمرو السوليه وديانج، على اليمين حسين الشحات، على اليمين طاهر محمد طاهر، وعلى الشمال عبد القادر. برضو ده توضيح تاني لعمليه الضغط، كام واحد في التلت الاخير، بنسميه التلت الاخير من ملعب الخصم، كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6. ده الاسلوب الضغط العالي. هو ايه ده؟ كل ده نتيجه كانت 0-0. طب انت ايه السبب في الطرد؟ ايه السبب في الهدف المبكر؟ ايه السبب في الشخصيه؟ هو اسلوب بيتسو موسيماني في الضغط العالي المبكر، زي ما احنا شايفين عمل ضغط ممتاز، غلط لعيبه الهلال السعودي، وادى الى احراز هدف، وفي نفس الوقت ادى الى ايه؟ الى وجود ضغط عالي، وادى الى وجود اخطاء من عندهم. طيب تعال نتفرج على الدور اللي عمله حمدي فتحي عشان يغطي الناس دي. زي ما قلت لحضرتك، بص طريقه اللعب الجديده اللي طبقها النهارده بيتسو موسيماني هي 4-3-3. ادي السوليه على الشمال، ادي ديانج، مين وراهم؟ حمدي فتحي. ما كانش بيلعب ثالث كفلات ثلاثه فلات ورا، لا، هو حمدي فتحي كان زي اللي قدام عشان لما تضغط يبقى في واحد ورا بيعمل لك عمليه التغطيه وبيغطي وبيعمل لك السكريننج من ورا. ادي السوليه، ادي ديانج، ادي حمدي فتحي، المثلث، راس المثلث من ورا حمدي فتحي، وقاعدته الاثنين السوليه واليو ديانج. كذلك طبعا علي معلول قدم مباراه كبيره جدا قدام احمد عبد القادر. جبهه احمد عبد القادر وعلي معلول عامله جبهه قويه جدا. احنا ممكن يعني ندلل كمان بالارقام على دور حمدي فتحي في المباراه، ان ازاي يعني هو كان محور كبير جدا في اداء النادي الاهلي النهارده. بنتكلم انه عامل تقريبا حوالي 108 تمريره صحيحه من 117 تمريره، يعتبر اكتر واحد يعني عمل باسنج داخل الملعب، استقبل الكره 101 مره بشكل سليم، ما فيش فيها ولا غلطه في استقباله للكره، وطريقه استخلاص الكره او استعاد الكره من المنافسين، من المنافس عفوا نادي الهلال، 15 مره بشكل متنوع. وهنا دي الخريطه الحراريه للباسنج بتاع حمدي فتحي. بص يا كابتن اسلام، ايه الشخبطه دي في كل حته في الملعب؟ حمدي فتحي ايوه انا كم بساط رهيب جدا، وكله بشكل سليم في كل اتجاهات الملعب ايوه على مدار الشوطين. فهنا قد ايه هذا اللاعب محوري جدا، وبيتطور مباراه عن اخرى، وهو لاعب جوكر. اي مدير فني بيتمنى وجود لاعب مثل حمدي فتحي معاه في التشكيله. اكتر لاعب قطع كرات وعامل فوق ال 100 تمريره، طبعا حاجه، لاعب ممتاز يعني. تعالى كمان اللاعب الثاني اللي هو النهارده كان برضو يعني يعتبر جندي مجهول، وكلمه السر برضو واحد من الاسرار في السيطره على وسط الملعب، عمرو السوليه. عمرو السوليه واحد من اللعيبه الممتازه جدا، احنا كنا بنحذر من خطوره كينو، بس طلع عندنا اللي احسن من كينو، عمرو السوليه للامانه يعني. كينو السوليه طبعا بيضغط لقدام، وزي ما احنا شايفين هو بيكمل كبوكس تو بوكس، وبيرحل لقدام، وبيعمل عمليه الزياده زي ما احنا شايفين، دايما بيبقى ضاغط هو واليو ديانج الاثنين لقدام، وبيعمل دايما التمريرات الطوليه. تعالى دي المساحه، طبعا بيعمل هو دايما التمريرات الطوليه زي ما احنا شايفين، وليه مهم جدا هو وديانج في عمليه الضغط والترحيل لقدام في اسلوب الضغط العالي. نكمل، دي برده تمريره سحريه من السوليه لعبها المعلول، كانت اتلعبت معلول اللي بداها، بعد كده عبد القادر رقص ولعبها للسوليه، السوليه كملها ولعب ليه معلول اللي هو الانفراد اللي ضاع فيه الدقيقه 25 بتمريره سحريه من عمرو السوليه. تعال نتفرج على الهدف ودور عمرو السوليه. هنا برضو في دور مهم جدا،
وهي الضربات الثابتة. واضح جدا تأثير في النهاردة جايبين 4 أهداف منهم 3 ضربات ثابتة. يبقى تحسب لبيتسو موسيماني أن أنت بتدرب اللعيبة على الضربات الثابتة في التمرين. أدي ضربة ثابتة، أدي علي معلول للشحات. وعلى فكرة وقف هنا ثانية واحدة يا كابتن إسلام، الجون الأول والجون بتاع اللي هو هاني اللي هو ياسر إبراهيم تابعها نفس اللعبة. لو خدتوا بالكم الضربة الركنية بتتلعب على مرتين وفي واحد بيبقى واقف بره بيستلم الكورة. ده تكتيك مدرب، تكتيك ضربات ركنية محفظ اللعيبة كده، إن أنا هخلي زي ما احنا شايفين واحد بيقرب وواحد واقف على الدايرة من بره عشان يشوط. يشوط أو يعمل بينية حسب شايطها من إمتى؟ من 30 متر بس تحديدا يشوط، لأن هاني بيشوط من ناحية اليمين مميز والسولية بيشوط من ناحية الشمال. فواضح ان هي متحفظه. بعد المباريات ديانج هو اللي كان بيشوط كمان. فدي حتى الجون اللي كنا جبناه في ماتش الزمالك، ماتش الخمسه بتاع الزمالك اللي هو الجون بتاع اليو ديانج، كان من جون من ضربه ركنيه من نفس الفكره. فواضح ان في تكتيك ضربات ركنيه من بيتسو موسيماني محفظ اللعيبه بشكل كويس جدا على الضربات الركنيه. وطبعا التوفيق، يعني هنا بنتكلم دايما التوفيق، ان الحاجات اللي اللعيبه بتتمرن عليها لما بتتنفذ بتظهر كل العمل. لان طبعا بعض المؤتمرات الصحفيه في بعض الزملاء، طبعا الصحفيين دايما بيتكلموا يقولوا الاهلي ما بيستغلش الركلات الثابته او ما بيستغلش الركلات الركنيه بشكل امثل. النهارده احنا بنشوف في مباريات الدوري وشفنا في اكثر مباراه نفس الاسلوب ده الاهلي بيلعب بيه اكثر من مره، ولكن هنا هو ده تطبيق عملي ان ازاي الاهلي بيستغل الضربات الثابته في هدف عمرو السولية. ممكن كمان نخش على الهدف الثاني، لانه قبل ما نروح للهدف الثاني خلينا نروح لارقام عمرو السولية الاول. مهمه جدا ارقام عمرو السولية. ارقام عمرو السولية، عمرو السولية عامل ارقام ممتازه جدا النهارده، عامل 12 تمرير طولي زي ما احنا شايفين الارقام على الشاشه، لمس الكوره 104، رقم كبير جدا 104، دقه التمريرات 88% 87.8، اللونج باص بتاعه كام بقى 12 منهم 7 صح. دي ميزه عمرو السولية. المحاولات كمان بيكمل جوه ال 18، عنده الرؤيه وعنده التكمله، عامل 3 محاولات منهم واحده صح سجل منها هدف. فاز بالالتحامات ارضيه 5 من 8، الالتحامات الهوائيه 2 من 2، يعني في الالتحامات كان النهارده حاضر، كنا قلقانين ان هو يكون مش حاضر بدنيا، لا النهارده كان حاضر بشكل كويس جدا. حتى على الدور الدفاعي شتت الكره 3 مرات، على مستوى التاكلنج الصحيح 3 مرات، اذا قدم مسانده هجوميه كويسه ودور دفاعي ممتاز جدا. الخريطه الحراريه بتاعت عمرو السولية بسم الله ما شاء الله حاجه ممتازه جدا، تقريبا اتحرك في كل مكان الملعب. بس لو خدنا بالنا من الحمار، الحمار ده اكتر مكان، العلامه الحمراء اكتر مكان بيتحرك فيه اللاعب. لو خدت بالك هتلاقي ان الحمار قدام دايما. ليه؟ ده دور الضغط العالي، ان هو بيرحل لقدام ورا محمد شريف هو ديانج عشان يقطع الكره بسرعه. عشان كده الخريطه هنلاقيها محمره في التلت الاخير من ملعب الخصم. يعني ممكن نستكمل كلامنا عن السولية زي ما احمد بيقول، ممكن الهدف الثالث بتاع احمد عبد القادر، وازاي النهارده بص هنا عمرو السولية دي اللعبه بتاعته. حتى لو تفتكر في ماتش غينيا بيساو مصر وغينيا بيساو، الجون الهدف اللي جابه محمد صلاح كان يقدر برضه، كان عنده فرصه ان هو ممكن يمررها. صح برافو عليك. كان يقدر في برضه ماتش غينيا بيساو يمررها للاعب اللي بيجري من الجانب الايمن، لكن هو عنده نظره وعين ثالثه بيقدر يشوف بيها اللعيبه المتقدمه من ناحيه الشمال، وكمان بيلعبها لهم في المكان السريع. بص لعبها لعلي معلول في المكان اللي هو واصل له بالظبط اهو. علي معلول طبعا كالعاده بيسندها لعبد القادر. هنا بقى المهاره بتاعت احمد عبد القادر ازاي رقص عدى، والتوفيق هنا طالما اللعيب بيجتهد فالتوفيق لما بيلازمه. اللعيب الكره خبطت في المدافع ورجعت له وحطها بكل سلاسه، لان الكره ملعوبه والكره فيها تكتيك جميل، وفيها عمرو السولية شايف الملعب وعلي معلول منطلق ولعيب بيرقص جوه ال 18، فيها كل الجماليات بتاعت الكره، فكان لازم تخلص بهدف. وده من الحاجات الجميله، واعتقد احمد معاه ارقام لاحمد عبد القادر انه كان عامل جبهه يسرى مع علي معلول مميزه جدا، وهي من الاسباب اللي نجحت فكره ان النادي الاهلي بيلعب 4-3-3، اللي في بعض الاوقات كانت الناس بتتخوف لان دايما 4-3-3 تحتاج الاطراف. معلش هو النهارده النادي الاهلي ارقام عبد القادر، طب نقولها الاول قبل ما اسال السؤال ده. احمد عبد القادر لعب 87 دقيقه، احرز هدف، عمل محاوله، كم مراوغه ناجحه بقى؟ 5 من 6. هنا بيقدم لك الحل الفردي في الواحد على واحد. حتى الالتحامات الارضيه 9 من 18، رقم كويس جدا، دقه التمريرات 89%. بس انا عايز اتكلم على احمد عبد القادر في نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام النهارده. انا وجهه نظري ان احمد عبد القادر يستحق يروح منتخب مصر، من وجهه نظري افضل جناح ايسر حاليا حتى من قبل كاس الامم. انا بقول لك ان شاء الله احمد عبد القادر ممكن تلاقي ياسر ابراهيم، ممكن تلاقي محمد هاني، الثلاثه دول هيكون لهم دور كبير جدا، ولو قفشه هيرجع بس تاني. احمد عبد القادر ولا عمر مرموش
عمر مرموش لعيب كويس ومقدم شكل كويس، بس انا شايف ان احمد عبد القادر في الفتره الحاليه من وجهه نظري افضل من عمر مرموش كاداء. عمر مرموش طبعا لعيب مهم، بالمناسبه نتمنى له الشفاء. مرموش اعلن نادي شتوتغارت امبارح ان هو عنده كورونا، بس عبد القادر ماشي بشكل كويس قوي، واعتقد ان احنا كان ناقصنا في المنتخب كنت تحس ان انت بتهاجم ناحيه صلاح اكتر، الناحيه الثانيه كان فيها عجز شويه. عمر مرموش قعد 3 ماتشات ما بيقديش بالشكل كويس. بص احمد عبد القادر في الواحد على واحد بيعدي، ولاعيب عنده ثقه وبيروح وبيجيب اجوان، يعني مش مجرد بيرقص بس او لعيب فردي، لا وكمان الدور الدفاعي بتاعه هايل. بص في الواحد على واحد بيعدي، بص التمريره اللي هيلعبها دي، ضرب في الاربع مدافعين بتمريره، طبعا محمد شريف مسته في التحرك بين الخطوط وكسر مصيده التسلل بذكاء جدا، بيحطها ليه محمد شريف. الكره دي ما كانش فيها انذار، ما نعرفش برده محمد شريف خد انذار ليه، بس الحمد لله يعني الحكم كنا متخوفين منه، لكن الامور مشيت بشكل مميز. ممكن نيجي للهدف الثاني، عشان بما اننا بنتكلم كنا عن الكرات الثابته، وهنا ادي تكتيك اهو الكرات الثابته ترجع لورا. محمد هاني هنا المساحه عنده فاضيه خالص، كنا اتكلمنا انا واحمد ثابت قبل كده عن تمركزات لعيبه نادي الهلال في المواقف اللي زي دي بتبقى دايما عندها مشكله، فهنا محمد هاني يعني سدد الكره من على مسافه 23 متر بسرعه بقوه عاليه. ومحمد هاني عامل في البطوله دي تقريبا 3 تسديدات، 3 على المرمى بشكل صحيح منهم هدف. هنا بقى الكره الحارس محمد العويس اللي هو البديل ما قدرش يتعامل معاها. هنا بقى اللي بنتكلم برضو عليه فكره الضغط. بص في 2 لعيبه رايحين للكره الثانيه السكند بول، ودي من الحاجات المهمه واللي قلنا عليها ان دايما النادي الاهلي في المباراه دي لازم يكون بيركز جامد جدا في السكند بول، لان هي دي اللي هتكون نقطه قوه بالنسبه له. 2 لعيبه، يعني لو هنعيد الهدف تاني سريعا، 2 لعيبه محمد شريف وحمدي فتحي بيروحوا على الكوره وبتنزل لياسر ابراهيم، بعد كده ايه 3 اهم، عفوا دي التمركزات لعيبه الهلال والتسديده. محمد هاني بيشوط الكوره، هنا اهو حمدي فتحي ومحمد شريف رايحين على المدافع، على مدافع واحد بعد ما خد الكوره بتروح لياسر ابراهيم اللي كان متمركز بشكل جيد، ودي اصلا من الالعاب المميزه جدا لياسر ابراهيم، وتمركزه دايما في المنطقه دي بيساهم ان هو بيجيب اهداف، لانه بيعمل تيك اوف عالي ومميز جدا ومن غير فاولات في المنطقه دي، يعني دي من الحاجات اللي تحسب له كمدافع، وهو جايب هدفين في البطوله، واعتقد ان هو ولوكاكو هم المفروض يكونوا هدافين البطوله، بس ما اعرفش هم في الاخر حسموها لمين بما اننا كنا في الطريق جايين يعني. نروح بقى للهدف، بس الهدف ده برضو نفس الفكره، دي اخر حاجه بس في الهدف الاولاني ده عايزه اخر حاجه اللي احنا هنتكلم عنه القادم، وبعدين الهدف. او الهدف بتاع احمد عبد القادر، لانه الهدف انا عندي جزء ثانيه واحده انا عندي جزء مهم جدا 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 لواحد من اهم نجوم هذا الجيل والجيل الاجيال السابقه، النجم الكبير كابتن وليد سليمان، لازم ياخد حقه معانا الحقيقه، لانه النهارده كابتن وليد سليمان اعلن اعتزاله رسميا نهايه هذا الموسم. فناخد اللقطه دي او الهدف ده، وبعد كده نتكلم عن كابتن وليد سليمان. الهدف الثاني برضو كان نفس فكره الضربه الركنيه، اللي هو 2 متجمعين وواحد على حدود منطقه الجزاء. الهدف الاول بقى تحليله، تعال نتفرج برضو على ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم اللي برضو مميز ان انت بتلعب على ياسر ابراهيم المميز بحته طبعا عرضيه سحريه، والفاول كان اللي جايبه احمد عبد القادر. ياسر ابراهيم المميز جدا، قلنا دايما ان المساحات اللي ورا الباك ليفت، نفس الكلام برضو ياسر الشهراني. فانت عندك ياسر ابراهيم اللي سجل في صن داونز، اللي انقذنا برضو في مباراه صن داونز براسيه في ملعبهم، والمريخ السوداني. فياسر ابراهيم لعيب دايما بيسجل في المباريات الكبيره خاصه، وده المدافع الهداف، يعني سلاح مهم جدا ان انت بتستغله في الضربات الثابته. لسه كنا بنتكلم على لعبه الضربه الركنيه اللي بيعملها موسيماني، عملها في هدفين، كذلك انت جايب جون ضربه ثابته، واحد كمان من ضربه ثابته اهو، وادي جون الضربه الركنيه اللي هي 2 رايحين وبيلعب على حدود منطقه الجزاء. اذا انت عندك مدرب ممتاز من 4 اهداف، جايب 3 اهداف من ضربات ثابته وتكتيك ضربات ثابته، وكذلك استغليت الضغط العالي، استغليت النهارده عدلت التحولات الهجوميه اللي كانت مشكله في مباراه بالميراس، اديت بشخصيه كويسه. فبصراحه بيتسو موسيماني يستحق، انا من وجهه نظري النهارده ان هو رجل المباراه. اي حد بيصحح الاخطاء بتاعته طبيعي جدا لازم يحصل على الاشاده، وطبيعي ان هو لازم يشوف نتائج في الملعب، خصوصا ان الاخطاء كمان كانت في مباراه، هي مباراه كبيره، هي مباراه بالميراس، هي مباراة مع منافس قوي، احنا ما بنتكلمش على كاتيجوري اقل مننا كنادي اهلي او في افريقيا، لا ده ناس بطل امريكا الجنوبية وعنده محترفين كبار ولاعيبة كبيرة، واكيد بيبقى في رهبة، غير كمان الجمهور اللي كان موجود البرازيل كان كبير، فاكيد كل دي كانت عوامل، وفي الاخر النادي الاهلي ختم بشكل جيد وكان شكل مميز، فالحمد لله. فالنهارده
بنشكر اللعيبه وبنشكر الجهاز الفني وبنشكر الجمهور وكل الناس اللي ساهمت ان النادي الاهلي النهارده يحقق واحده من مباراه من اكبر النتائج في كاس العالم للانديه. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم طبعا نتكلم على وليد سليمان، ده من الحاجات الجميله. قبل بس ما بتتكلموا على وليد سليمان عايز اقول لحضراتكم وليد سليمان مش النهارده، وليد سليمان مش من 10 سنين ولا من 12 سنه، وليد سليمان الحقيقه خلال الفتره السابقه كان له دور كبير جدا جدا جوه الملعب، ده احنا عارفينه وكل الناس عارفاه، لكن انا بتكلم ان وليد سليمان ده كان واحد من اهم الاعمده الرئيسيه اللي موجوده جوه النادي الاهلي وجوه فريق النادي الاهلي وجوه اوضه اللبس في النادي الاهلي، واحد من كباتن النادي الاهلي الذي كان له دور كبير جدا 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 في كل انجازات النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، يستحق كل التكريم، يستحق كل التحيه، يستحق كل الفخر. احنا كلنا الحقيقه فخورين بان كابتن وليد سليمان واحد من لاعبي النادي الاهلي، اتعرض عليه حاجات كتيره جدا يعني انا برضو عارفها بشكل شخصي فما اقدرش اتكلم فيها، ولكن اتعرض عليه حاجات كتيره جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت، ولكنه كان دائما يفضل النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وكل ما يخص النادي الاهلي عن اي مكافآت ماديه اخرى او اي فلوس زياده. من الاخر كان بيعرض عليه مبالغ ماليه واغراءات ماديه كبيره جدا واكثر من النادي الاهلي، ولكن وليد سليمان كان دائما، انا كنت طرف في موضوع من الموضوعات، ولكن وليد سليمان او سمعت يعني مش كنت يعني كنت سمعت الموضوع اللي حصل مع كابتن وليد، فعارف ان وليد كان بيتعرض عليه امور كثيره جدا ولكنه دائما كان يفضل النادي الاهلي و جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي وفريقه من كل الاتجاهات. فالحقيقه وليد سليمان انا بشكره جدا 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 على الهواء مباشره، ان شاء الله يكمل السنه دي، ان شاء الله يتم تتويج وليد سليمان بالدوري والكاس والبطوله الافريقيه ان شاء الله في نهايه هذا الموسم. لا اعلن كابتن وليد سليمان ان هو اخر موسم ليه هيكون هذا الموسم. يا ايمن انت واحمد طبعا كابتن وليد سليمان كلنا نتذكر مفاوضات او فتره اللي هو كان نفسه فيها يبقى موجود فيها في النادي الاهلي، وازاي التضحيات برضو اللي هو قدمها عشان النادي يبقى موجود في النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي دايما اللي بيشتري النادي الاهلي النادي الاهلي بيشتريه وبيقدره. وليد سليمان في النادي الاهلي من 2011 احد كبات الفريق، بنتكلم في 11 سنه جوه النادي الاهلي، 25 حوالي 25 لقب، 6 دوري، 2 كاس، 5 سوبر، 4 دوري ابطال افريقيا، 4 سوبر افريقيا، بطوله كونفدراليه افريقيه، 2 ميداليه برونزيه في كاس العالم للانديه، طبعا غير عدد اهداف كبيره مسجلها وكم من صناعه الاهداف. لعيب مؤثر جدا، لعيب من اللاعبين التاريخيين في العصر الحديث للنادي الاهلي. هو اختار ان هو يخرج من الباب الكبير وان هو يشتري مره اخرى زي ما اشترى النادي الاهلي قبل كده، واختار ان هو يشتري النادي الاهلي في نهايه مسيرته، وبالتالي اكيد النادي الاهلي هيقدره بالشكل الامثل، واكيد ده حاجه هتفضل محفوره في قلوب جماهير النادي الاهلي اللي هي دايما بتقدر اي لاعب هو حافظ جميل النادي الاهلي وحافظ تاريخ النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هيشيله على الراس، فبنقول له شكرا للكابتن وليد سليمان، وبنتمنى ليه ان الموسم ده يبقى موسم سعيد ليه مع النادي الاهلي، ويرفع ككابتن للنادي الاهلي القاب، وان شاء الله فيما بعد كره القدم يبقى ليه دور مميز جدا في النادي الاهلي وقلعه النادي الاهلي اللي هي دايما يعني اي ابن من ابنائها بتحتضنه طالما حافظ جميل النادي الاهلي. احمد ثابت، شكرا وليد سليمان على كل ما قدمته للنادي الاهلي. بالتاكيد انا عاجبني قوي في وليد سليمان ان هو احسن اختيار التوقيت للامانه على طريقه محمد ابو تريكه، يمكن احسن اثنين في الفتره الاخيره اختاروا توقيت الاعتزال كابتن محمد ابو تريكه وكابتن وليد سليمان. فعلا انت اخترت التوقيت الصحيح اللي انت تعلن اعتزالك فيه، واعتقد ان النادي الاهلي انت اديته كتير جدا، والنادي الاهلي برضو اداك كتير جدا، والنادي الاهلي ما بينساش اولاده، والنادي الاهلي بيكرم اولاده، واعتقد ان النادي الاهلي هيدي كتير برضو لكابتن وليد سليمان في اللي جاي. فربنا يوفقك ان شاء الله يا كابتن وليد في مسيرتك اللي جايه، انت لعيب كبير قدمت بطولات كبيره، واعتقد ان كابتن وليد سليمان كان مثال كبير جدا وهيبقى قدوه كبيره جدا لكل الشباب اللي طالعه سواء على مستوى الجمهوريه كلها.
شكرا كابتن وليد سليمان، شكرا ليك على 11 سنة كلها إنجازات وكلها احترام وكلها أدب وكلها أخلاق وكلها أخلاق النادي الأهلي الحقيقة. فشكرا لكابتن وليد سليمان، وإن شاء الله إن شاء الله يتوج أو تتوج هذه البطولات اللي اتكلم عنها أيمن جلبرتو كلها إن شاء الله، تبقى بدل ما تبقى 25 إن شاء الله على نهاية الموسم دي تبقى 30 بطولة بالفوز بالدوري والكاس والدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي إن شاء الله إن شاء الله والسوبر المصري إن شاء الله. وليد سليمان يستحق كل استحية ويستحق كل التقدير. أنا بشكركم شكرا جزيلا يا أحمد وأيمن على مجهوداتكم خلال هذه الفترة، فترة كانت طويلة جدا ولكن الحمد لله كانت كلها أفراح، فبشكركم جدا جدا على تواجدكم معنا في برنامج الأهلي في المونديال، بشكركم شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن إسلام، وكله عشان الأهلي هون يعني. طبعا طبعا شكرا جزيلا، بشكركم طبعا، كانت فرصة بالنسبة لي جميلة جدا وتعلمت منكم حاجات كتير، وإن شاء الله تتكرر، وإن شاء الله دايما لما نيجي نبقى بنتكلم عن حاجة تخص النادي الأهلي تبقى دايما في أفراح وسعادة، وحتى لو في حاجة فيها لحظات انكسار دايما بنتعلم منها، إن النادي الأهلي في اللحظات الصعبة بيتعلم وبيقوم يقف وبيبقى أقوى، فإن شاء الله دايما الأهلي بخير وجمهور الأهلي دايما فرحان، ومزيد من التوفيق لقناة النادي الأهلي. طيب بس قبل بس ما أطلع أشوف تقرير عن كابتن وليد سليمان، عايز اقول لحضراتكم خبرين بسرعه لانه يعني كذا حد بيسالني في هذا الامر. كابتن خطيب النهارده لانه يعني ما كانش موجود لانه كان رئيس البعثه المهندس خالد مرتجي، المهندس خالد مرتجي هو اللي كان رئيس، كان موجود في الملعب يعني، لكن اللي كان موجود تحت كان المهندس خالد مرتجي، لانه المهندس خالد مرتجي هو رئيس البعثه رسميا في النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين الكابتن خطيب كان اعتذر عن رئاسه البعثه في البدايه، ولكن بعد كده الكابتن خطيب راح للبعثه، فده برضو يعني خبر حبيت ان انا اقوله لحضراتكم. ايضا هناك خبر اخر، العميد محمد مرجان ايضا بيهنئ النادي الاهلي بالفوز ببرونزيه مونديال العالم، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السادات الوطنية كتب عبر صفحته على الفيسبوك: مصر التاريخ، مصر الفن، مصر الحضارة والعلم والأدب، الأهلي المصري والأهلي المصري وموسيماني ورجاله، ألف 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 مبروك. طيب شكرا وليد سليمان، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن النجم وليد سليمان كشكر بسيط جدا جدا لهذا النجم الكبير، وبعد كده نرجع ونطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن علاء ميهوب، هنتكلم معاه عن أهم الأمور الفنية الخاصة بهذه المباراة وفوز النادي الأهلي على نادي الهلال برباعية مقابل لا شيء. نطلع نشوف تقرير شكرا وليد سليمان، بعد كده فاصل، وبعد الفاصل كابتن وليد سليمان، كابتن علاء ميهوب انا اسف. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وبنستكمل فرحتنا واحتفالاتنا الحقيقه النهارده مع النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي ببرونزيه كاس العالم للانديه المره الثانيه على التوالي والمره الثالثه في تاريخه. في هذه الفقره هيكون معايا احد نجوم النادي الاهلي الكبار، النجم الكبير كابتن علاء ميهوب. ازيك كابتن علاء؟ اهلا بك يا اسلام، شرف ومنور حبيبي، الف مبروك. الله يخليك، مبروك علينا ومبروك على جميع النادي الاهلي مجلس ادارته وكل ما ينتمي لهذا النادي العظيم. بصراحه الحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا، والنادي الاهلي مختلفه كابتن في كل شيء. انا شفت الانترو بتاعك يا اسلام، انت بص من الاخر لك بتقول النادي الاهلي وتسكت، عارف انت في حاجات كده انت مش محتاج تتكلم عليها، تقول النادي الاهلي وتسكت خلاص. بطولات وانجازات وارقام بتتحطم، جماهير مش طبيعيه، تكاتف مش طبيعي من كل الناس، مجلس الإدارات كله محترم على مر العصور، لعيبه على اعلى مستوى، دايما عايز تكسب، بتفرح جماهيرك، هو ده النادي الاهلي. نعم. النادي الاهلي من غير اسفاف، من غير حاجه، من غير ما تخرج عن النص، من غير حاجه خالص. هو النادي الاهلي دايما كده، نادي قافل على نفسه، عارف هو عايز ايه، بيبدا يشتغل على كده. دايما اللي مخلينا النادي الاهلي ببطولاتنا بانجازاتنا الطويله دي ان انت ما تبصش الكلام. يعني انا برضه لمحت من كلامك في الاول ان الناس بتتكلم وناس بتحاول تنقد وي وي وي، لكن هو دايما الناس بتنقد اللي شايفاه الاحسن، اللي دايما هو الاول في كل حاجه، عشان كده الحمد لله هو ده النادي الاهلي. مزيد من انتصارات، مزيد من بطولات، مزيد من انك تفرح جماهيرك، مزيد من الاستقرار، مزيد من المبادئ، من كل حاجه حلوه هي موجوده في النادي الاهلي. الحقيقه هو ده النادي الاهلي،
وهناك فارق كبير جدا جدا الحقيقه ما بين النادي الاهلي وبقيه الانديه، ولكن النهارده احنا فرحنا واتبسطنا ليس عشان الميداليه الثالثه يعني عشان الميداليه البرونزيه الثالثه والثانيه على التوالي، ولكن اداء حلو في ظل ظروف صعبه وبتفوز على فريق كبير، اعتقد ان هو ده اللي بسطنا وفرحنا النهارده كابتن. دي اكتر حاجه فرحتنا يا اسلام، يعني ظروفك صعبه جدا قبل كاس العالم، وجود لعيبتك مع المنتخب، اصابات، مباراه النهارده كان ليها طابع خاص جدا، انت بتلعب كبير اسيا زي ما بيقولوا واحد من اكبر انديه السعوديه، نادي كبير جدا نادي الهلال وعريق جدا وتاريخ طويل جدا، وبيلعب النادي الاهلي اشقاء عرب وكل حاجه، لكن انديه كبيره قوي. المباراه النهارده ما فيش حد كان يتوقع السيناريو بتاعها ده اطلاقا اطلاقا، كله بيتكلم امبارح انما في احترام متبادل، الاثنين عارفين بعض كويس قوي، القوه ضربه هنا والقوه ضربه هنا، وهنبدا نشتغل على الـ على الـ على المباراه نفسها، لكن السيناريو النهارده لا. لكن اللي عايز اقوله ان انت كسبت النهارده من قبل الطرد، انت كسبان المباراه من بدايتها. مظبوط، بدايتك كانت واضحه، بدايتك كانت باينه، نيتك كانت واضحه، محترم نادي الهلال كويس قوي، لكن بدون خوف بدون رهبة ولا حاجه، عشان كده الفرق النهارده في الملعب يا اسلام هو ده. نادي محترم نادي الهلال كويس قوي، لكن من غير قلق وخوف. نادي الهلال الى حد كبير طبعا دي خبطه، انا خفت على عمرو جدا 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 الحمد يعني لله. الحمد لله ما حصلش حاجه طبعا يعني. لكن على الجانب الاخر لا، انا حاسس ان نادي الهلال حاسس هو نازل في مباراه كده في المتناول، لكن دي رجاله النادي الاهلي. هو زي النادي الهلال يفكر بهذا الشكل، او المدير الفني طبعا مش اللعيبه، او مدير الفني مش اللعيبه، المدير الفني يعني يمكن عشان هو راجل ما يعني مش عارف كويس النادي الاهلي يمكن، ولا مش عارف مش هقول لك ايه، او قاس على اخر حاجه لعبها النادي الاهلي، قاس على اخر بطولات لعبها النادي الاهلي في بطوله العالم. النادي الاهلي ما ظهرش بمستواه الجامد قوي غير الشوط الثاني بس في بالميرس فهو قاس على كده، لكن هو ما يعرفش النادي الاهلي وقيمته ولاعيبته واللعيبه تركز عامله ازاي، ولا جماهيره اللي وراه في كل حته. وموسيماني واضح انه يعني قاري الهلال كويس قوي، محضر لعيبه النادي الاهلي من اول ثانيه. اللي يشوف بدايه المباراه يعرف ان النادي الاهلي النهارده كان ناوي على المكسب من بدايه المباراه. انت مستحوذ، انت اللي ضاغط لعيبه الهلال، واول مره اشوف موسيماني بيبدا ضغط عالي. فواضح ان الموضوع كان يعني واضح جدا. المشكله كمان الاهداف كلها حلو قوي، جميل قوي طبعا، كلها حلو. ممكن الاهداف كلها حلو، بس هو اكتر واحد فرحت له بصراحه عمرو. يعني عمرو الهدف ده هيفرق معاه كويس قوي، ومعاه مباراه هايله النهارده، اذا كان عمرو ولا مش عايز اقول نجم، اللي بصراحه انه كلهم نجوم النهارده دي حقيقه، كل اللاعبين نجوم. لكن حمدي فتحي بيفرق، وجهه نظري معرفش. انا بشوف ان حمدي فتحي سواء بيلعب في وسط المدافعين الاثنين الاستوبر او في وسط الملعب، اعتقد ان حمدي بيفرق كتير جدا في الناحيه الدفاعيه، وكمان ازاي بيطلع بالكوره من ورا بيفرق معانا كتير جدا حمدي فتحي، وبيديها بعد كده لعمرو السوليه، غير بقى الكرات العرضيه ووجوده في كل الكرات. بص يا اسلام، وجهه نظر طبعا انا معاك 100%. ده اسمه قلب الاسد، حمدي ده قلب الاسد، ده ما تستغناش عنه ولا في وسط ملعبك ولا ما بيلعب مساك ولا تستغنى عنه حتى منتخب مصر. النهارده في لقطه جت على حمدي في اخر ثاني مباراه، انت كسبان 4، تحس ان واحد متعصب جدا ومضايق جدا، تحس هو كسبان 4، هو كسبان 4، تحس ان المباراه لسه بادئه. هو دي نوعيه لعيبه النادي الاهلي، هو ده حمدي فتحي، يعني ما تقدرش تستغنى عنه خالص في منظومتك في الفريق. الى جانب ديانج، الى جانب السوليه، انت بتملك نص ملعب نموذجي اي مدير فني يتمناه في العالم، خصوصا التلاته دول بمستواهم. انت ما عندكش مشكله خالص النهارده حته ان انت تحط التشكيل ده ببدايه احمد النهارده، احمد عبد القادر كمان النهارده يبدا بيهم بدايه المباراه. لا النهارده انت، بس انا كنت سامعكم في الاسلوب التحليل اللي فات بتطلبوا ان احمد يبقى موجود. دي حقيقه لانه احمد من نوعيه اللعيبه اللي انت بتحبها. لعيب مهاري سريع، بيعمل لك الفرق على طول. وهو مستر موسيماني ما كبرش، حتى لما احمد كان احتياطي ونزل لا واضح الفرق موجود. فهو يعني هو وفق جدا النهارده ان عمل التشكيله مناسبه جدا 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 لمباراه الهلال بالافراد اللي موجوده. الهلال السعودي بقى، عشان احنا هنفكر بعد كده في الهلال السوداني. الهلال السعودي طبعا. انا النهارده عمال اقول الهلال، وكل شيء يقول لي يا كابتن قول الهلال السعودي. في الهلال السوداني خلاص يعني قرب. يوم الجمعه ان شاء الله على خير يا رب. لكن هو النهارده لا، النهارده المباراه بصراحه اتعملت صح قوي من بدايتها. المباراه معموله صح من الاول خالص. تشكيل، بدايه، طريقه، تركيز. انت اللي مسير المباراه زي ما انت عايز. بقول لك 1-0، حصل طرد في طرد، دي
ظروف مباراه وطردين طردين ما فهمش كلام فعلا. حتى اخواتنا في السعوديه قالوا هذا الكلام يعني, ودي حقيقه اسلام, اصل دي واضحه جدا. لكن هو التصرف الثاني بتاع محمد كندو تحس ان هو واحد برده مش مركز في المباراه خالص. ما انا لو عملت كده في فار بره, بس انت التركيز مش عالي. ده الفرق بانك مدير فني منزل لعيبتك مركزه كويس قوي, ومدير فني الى حد كبير عارف مش يعني كبر دماغه شويه مش قلقان من لعيبه النادي الاهلي. لكن حصل طبعا اللي هو كان واقف على الخط مش متخيل ايه اللي بيحصل, هو مش مستوعب ايه اللي بيحصل من بدايه المباراه. لكن النهارده لا, انت ما سرقتش مكسبك, انت فايز عن جداره واستحقاق ولعب واستحواذ وتسديد واهداف. انت كل حاجه النهارده في الملعب. كان في النهارده فريق واحد في الملعب, فريق النادي الاهلي, مع الاحترام الكامل للهلال السعودي وعراقته وتاريخه. ولكن النهارده لا, النهارده كان اللون الاحمر هو اللي كان موجود في الاستاد, في الارض الملعب, واكيد في المدرجات. وفي المدرجات دي طبعًا. حقيقه لانه المدرجات الاكثر كانت لجمهور النادي الاهلي, والحقيقه ده كان بسبب ان ما حدث خلال الفتره اليومين ثلاثه الاخرانيين. الحقيقه كان هناك شغل كبير جدا في هذا الامر في موضوع التذاكر. وواضح جدا يا كابتن يعني ايه جمهور في الملعب طبعًا. بمعنى اول مباراه لينا مع مونتيري فزنا بسبب وجود وجهه نظري بسبب وجود الجمهور. النهارده فزنا بسبب وجود الجمهور. يمكن المباراه اللي كنا فيها نص نص كانت المباراه بتاعت بالميرس. كان جمهورنا قليل جدا. بص يا اسلام, طول عمرك من ايام احنا كنا بنلعب وانت كمان لما لعبت, انت حاسس بايه من جمهورك؟ جمهورك احنا شفنا الجمهور فيعني لا بفعل السحر يعني. وانت في الملعب اكيد بتحس بيه, حتى وانت بتتفرج تحس ان جماهير الاهلي, لا جماهير الاهلي مش اللاعب رقم 12 زي ما بيقولوا, لا ده اللاعب رقم واحد. عشان كده جماهيرك موجوده وراك في كل حته. اللعيب من غير جمهور مفيش استمتاع بكره القدم, فما بالك الجماهير دي, جماهير النادي الاهلي, جماهير ما تعرفش تصنفها, ما تعرفش تقول عليها وصف. كل الاوصاف الحلوه اللي عدت كل حاجه تقولها في جماهير النادي الاهلي فعلا. مش في مكسبك بس, ما بيحصل تعثر, تحس ان اول ناس واقفه قبل اي حد هي جماهيرك. عشان كده الحمد لله انت كمان النادي الاهلي محظوظ بجماهيره. يعني النادي الاهلي محظوظ بناس كتير قوي, الى جانب محظوظ بجماهير الحمد لله على مدار السنين كلها. خلال الفتره السابقه كان هناك نقد كبير جدا لبيتسو موسيماني حتى في حاله الفوز. انا اللي دايما ما عنديش مشكله, وعلى فكره ما انا بسمعكم في الاستوديو التحليلي, ما انتوا ساعات بتنتقدوا اداء, بتنتقدوا تغيير, ده طبيعي. ولكن الراجل بيكسب, هل من المفترض ان انا دايما حتى هو بيكسب اقعد اضرب فيه, ولا المفترض ان انا اعمل ايه؟ وليه كده يا كابتن علاء؟ يعني ليه دايما الناس خلال الفتره السابقه الاستوديو التحليليه خارج طبعا قناه الاهلي طبعًا. كانت دايما بشوف ان هي كانت بتشكك في قدراته, بتشكك في قدراته ومجحفه حتى بالزبط. الفوز بالزبط. يعني مبروك الاهلي كسب, لو فريق تاني كسب يقول لك او حتى تعادل او اتغلب يقول لك اصله وتغيير مدرب وعمل وما عملش. هي بص يا اسلام, هي واضح ان هي كانت حاجه بتضرب فيك انت مثلاً, بتضرب فيك حاجه بتضرب فيك انت في النادي الاهلي نفسه. هو حتى مدير الفنه, وبعدين سمع ان كان لسه في تجديد ومش تجديد, هو عايز يعمل مشاكل يعني. هو عايز يعمل مشاكل ان النادي الاهلي لسه ما جددش, موسيماني لسه ما جددش, لسه الامور ما خدتش, فيقول لك طب ما حتى لو بيكسب احنا ممكن نعمل برضه اخبط بس بكسب, طب اعمل ايه؟ ما هو حتى بيقول يعني هو حتى هو بيشكك بعض جماهير الاسلام, لكن مش الناس اللي هم جماهير الكوره وبتوع النادي الاهلي او المسؤولين او موسيماني نفسه. موسيماني راجل عنده ثقه في نفسه جامده جدا, عنده ثقه في فرقته في الاداره, في اداره الكوره, لعيبه نفس الكلام, ثقه متبادله بينها وبين المدير الفني. عشان كده بيحاول يخبط فيك في اي حاجه. انا بقول لك يا اسلام, دايما الواحد بيبص على الاحسن منه. اما حاجه من الاثنين, يا اما تبقى تحاول توصل زيه بالطرق الطبيعيه, يا اما حاول تشد فيه, لكن مش هينفع خلاص يعني. الحمد لله النادي الاهلي بجماهيره, بمجلس ادارته, بلاعبته, بمديره الفني, خلاص عرفوا ان دايما في عينهم على النادي الاهلي بمديره الفني. لكن النهارده زي ما انت قلت في الانترو, لا مفيش رد احسن من كده. انتوا بتتكلموا ايه يا جماعه؟ انا دايما بقول حاجه, المدير الفني قيسه ببطولاته بس, هو ده الحل الوحيد. اللعيب قيسه بكفاءاته, يعني انا اتكلم على اسلام كفاءه 1 2 3 غير كده لا اوت. انما المدير الفني انا هاجي احاسبك عليه في اخر السنه. انت مثلا بالظبط, ما هو ده انا ده اللي انا بستغرب له. قد يكون الاداء عندنا عليه بعض الملاحظات في بعض الاوقات, في الدنيا كلها يا اسلام, لا في بعض الاوقات ماشي, انا معاك لكن انا في اخر السنه لما اجي اشوف انا لاعب 6 بطولات خدت 5 بس, تعالى حاسبني ولا 7 خدت 5 بالظبط. انا اللي بيني وبينك بطولات يعني. انت مثلا دلوقتي انت كابتن خطيب وانا مسلماني, اما اجي احاسبنا تحاسبنا تقول لي ايه؟ 7 بطولات خدت 6 او 6 خدت 5,
طب انت ما فيش بعد كده، انت هايل. الاداء ما فيش فريق في العالم بيمشي على نفس الاداء، بيحصل اوقات بعض الحاجات اللي هي بتبقى خارجه عن ارادته، لكن في الاخر انت بتيجي تحاسبني على انا خدت كام بطوله. لكن هو طبعا لا طبعا حاجه جميله طبعا. طب معلش يا كابتن علاء، بما اننا كنا بنتكلم عن احد نجوم النادي الاهلي النجم حمدي فتحي، امير هشام عمل معاه لقاء، خلينا نطلع نشوف. نعم بقول لك جميل قوي اللقاء. خلينا نطلع نشوف ماذا قال امير هشام، او ماذا قال حمدي فتحي مع امير هشام. معلش السلوك داخله في بعض، ووليد سليمان وعلاء ميهوب وبتاع وفرحه الفوز وحاجات كتيره جدا، فالفرحه حلوه. معلش اعذروني النهارده، انا الحقيقه بجد مش انا لوحدي، انا لما بشوف الناس كلها، يعني لو تشوفوا كابتن علاء كان بيعمل ايه بره مش عايز اقول لحضراتكم، لكن هي الفرحه كده دايما تلاقي السلوك داخله في بعض. خلينا نطلع نشوف ماذا قال حمدي فتحي مع امير هشام ونرجع نكمل مع حضراتكم. بجد تحية بيك يا كابتن اسلام وكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان. معايا في هذه اللحظات يعني واحد من نجوم النادي الاهلي واحد افضل اللاعبين في الكرة المصرية من وجهة نظري الشخصية، ومش انا بس، اكيد ناس كتير جدا جدا من متابعين، وهو حمدي فتحي. يا حمدي ببارك لك في البداية، بقول لك الف مليون مبروك ومنورنا. حبيبي يا امير ربنا يخليك يا رب، وبشكرك على الكلمتين الحلوين دول، وانا مبسوط ان انا موجود معاك او بسجل معاك. يعني بص انت تستحق اكتر من الكلمتين دول بكتير بصراحه. لعيب راجل، لعيب بتادي بروح عاليه جدا جدا في الملعب، سواء مع الاهلي او حتى مع منتخب مصر، لاعب مهم جدا في وسط ملعب الكره المصريه. الحمد لله يا امير والله. انا مسي على كابتن اسلام طبعا الاول، عشان مس عليه طبعا الاول، والحمد لله يعني الواحد اكيد بيلعب في نادي كبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر عموما، فشرف لاي حد يبقى موجود في المكان ده او المكان ده بصراحه، بس الحمد لله يعني لازم تطلع كل اللي عندك وما تبخلش يعني عن النادي الاهلي او منتخب مصر. يعني حمدي الظروف كانت صعبة جدا بالنسبة للأهلي في البطولة دي، وانت كمان كنت موجود مع المنتخب ووصلتوا لنهاية أفريقيا، لكن للأسف ما كانش فيه توفيق ان احنا ناخد البطولة، فأكيد اتضايقت طبعا، أكيد مريت بحالة نفسية يعني صعبة شوية قبل ما تيجي على النادي الأهلي تخش في تحدي جديد وهو تحدي دولي برضه وبيمثل الكرة المصرية. اتعاملت في الفترة دي تحديدا ازاي، اللي هي ما بين الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية والبداية أو استكمال مشوار الأهلي في كأس العالم؟ بص أنا أقول لك يعني بالنسبة لكأس الأمم، إحنا تعبنا من أول يوم روحنا فيه وعانينا كتير بصراحة. يعني إحنا في بلد واحدة تقريبا، ركبنا 4 طيارات بنسافر وبنرجع وبنروح نلعب، ولعبنا 4 ماتشات 120 دقيقة، فتعبنا. فكنا بنتمنى إن إحنا ناخد البطولة عشان نفرح شعب مصر، وكانت هتبقى حاجة بالنسبة لنا حاجة كبيرة يعني، بس في الآخر ما حصلش نصيب، وأكيد كلنا زعلنا واتضايقنا. فبعدها بيوم تقريبا جينا على ماتش بالميراس، فكنا محتاجين ان احنا نكسب، فربنا ما وفقش طبعا، فاكيد الواحد اتاثر. فالحمد لله كنا مركزين النهارده، كنا بنلعب فريق كبير، والحمد لله كنا مركزين من اول دقيقه ان احنا نكسب يعني. طيب ده كان واضح في الحقيقه، لكن برضو في نفس الوقت قدرتوا ان انتوا يعني في مباراه بالميراس، انت حتى ما نزلت عملت شغل كبير جدا، كمان نلت اشاده المدير الفني لفريق بالميراس اللي قال كلام كبير جدا في حقك، ما اعرفش عرفته ولا لا. بص انا حد قال لي يعني، هم قالوا لي بعد الماتش، بس انا عايز اقول لك برضو يعني انا اداء كبير او واحنا ما كسبناش، فانا ما انت كان باين عليك قوي الزعل حتى بعد الماتش يعني. ما بحس ان انا ما عملتش حاجه او ان احنا كلنا ما عملناش حاجه، هي في الاول وفي الاخر ان احنا بنلعب على المكسب، فالمكسب ده بيبقى لينا كلنا والنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، فاكيد الواحد هيبقى زعلان ومتضايق يعني، كان نفسه يبقى وكان حلمه انه يبقى موجود في نهائي بطوله كبيره زي بطوله كاس عالم انديه، فالحمد لله يعني ما حصلش نصيب، وربنا يكرمنا يعني السنه الجايه ان شاء الله ناخد بطوله افريقيا ونبقى موجودين تاني ونصعد نهائي يعني ان شاء الله. تاني برونزيه مع النادي الاهلي بعد برونزيه السنه اللي فاتت، انهي اغلى؟ والله بص اللي فاتت طبعا كانت اغلى عشان كانت اول برونزيه، وكانت يعني كانت صعبه شويه، بس الحمد لله يعني، والسنه دي طبعا غاليه، بس الحمد لله يعني ان احنا حققنا 2 برونزيه في سنتين ورا بعض، حاجه كبيره يعني، حاجه كبيره، ومبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله السنه الجايه نركز اكتر وربنا يكرمنا باذن الله.
هتكلم على جمهور الاهلي قبل ما اتكلم على مباراه الهلال النهارده. انا عايز استغل بصراحه تواجدك معايا اتكلم في كذا حاجه يعني. لكن جمهور الاهلي انت ما كنتش موجود في مباراه مونتيري بس اكيد تابعت، كان مالي الاستاد جدا. مباراه بالميرس كان في ظروف معينه خاصه بحجز التذاكر، لكن مباراه النهارده كان دور جمهور النادي الاهلي واضح ان هو كان مالي فعلا الملعب كله. بص، هو في الاول وفي الاخر هو جمهور الاهلي على طول بيدينا دفعه كبيره في كل الماتشات. يعني لو احنا بنلعب ماتش ودي وفي عدد قليل بس بيدينا دفعه كبيره يعني، وبنتمنى انه يبقى موجود ورانا على طول وبيدعمنا، وان شاء الله يعني ان شاء الله نبذل كل حاجه يعني وربنا يكرمنا ان احنا نفرحهم يعني. ماتش الهلال بقى بعد مباراه بالميرس فكان في زعل كبير اكيد، لان كان الطموح ان احنا ناخد على الاقل فضيه. هلال فريق كبير وامكانيات كبيره جدا جدا، لكن النهارده شفنا الاهلي بامكانياته الكبيره برضه بجماهيريته الكبيره قدر ان هو يفوز بنتيجه ممتازه 4-0، بغض النظر عن الكروت الحمراء من اول المباراه احنا ما شاء الله راكبين الماتش بشكل كويس جدا. بص، هو الماتش كله كان بيتكلم ان هو صعب، اكيد ماتش صعب وفرقه كبيره، بس احنا تعودنا واحنا في النادي الاهلي بنحب الماتشات الكبيره يعني. احنا ما بنقعد مع بعض لا يعني عارفين وبنبقى مركزين في الماتشات الكبيره قوي، فالحمد لله بيبقى لينا بصمه فيها. ونزلنا من اول الماتش حتى قبل الطرد تقريبا احنا كنا كسبانين 1-0، وماسكين الماتش، وانا حطيت سيناريو في دماغي بصراحه قبل الماتش ان احنا لو جبنا جون في الاول هنكسب كتير، فالحمد لله يعني ربنا بيوفق يعني. طيب، عايز منك رساله للجمهور الاهلي اللي بيحب حمدي فتحي جدا ومرتبط بحمدي فتحي جدا، ودايما دايما بيبقى يعني زي ما انت قلت ساند وداعم للفرقه كلها، وبيحب زي ما قلت لك حمدي بشكل كبير بصراحه يعني، شايف حاله تعاطف دايما من جمهور النادي الاهلي تجاهك يعني. والله بشكرهم جدا، ويعني وانا كمان بحبهم وبشكرهم على الدعم اللي هم بيدعموه لي على طول وفي ظهري في أي مكان بصراحة يعني، على طول بيدعموني وبيحبوني، فأنا بحبهم جدا. والواحد لما بيتعب في الملعب أو إن هو بيطلع كل اللي عنده عشان الناس دي تبقى فرحانة ونحط النادي الأهلي في مكانة بعيدة، وأكيد إحنا لنا بيبقى لنا طموح بيتحقق حاجة، فبيبقى بالنسبة لك تحقق حاجة أكبر يعني. فأنت بتقول مثلا إن إحنا كنا يعني على الأقل في الضية، لا يعني أنا كان عندي طموح كبير السنة دي إن إحنا نلعب على الذهبية، ليه ما نلعبش على البطولة يعني. بس يعني إحنا الحمد لله عندنا إمكانيات كبيرة ولعبة كبيرة وجهاز فني محترم وإدارة محترمة وجمهور محترم، فليه يعني ما نلعبش على البطولة يعني. فإن شاء الله السنة دي نركز أكتر، ويعتبر بادئين سنة جديدة وخلاص عندنا ماتشات في أفريقيا هتبدأ في المجموعات، وإن شاء الله نركز فيها، وإن شاء الله نرجع كأس العالم أندية تاني ونلعب على البطولة يعني. ان شاء الله هتيجي البطوله باذن الله في يوم من الايام، وده حلم وطموح عند كل الاهلاويه اكيد انتوا هتشتغلوا عليه بشكل كبير، والمنظومه كلها هتشتغل عليه بشكل كبير. لكن ما ينفعش يكون معايا لعيب دولي مهم في منتخب مصر وما اخدش منه رساله لجماهير الكره المصريه قبل بالتحديد ماتشين السنغال وحلم كاس العالم، بالنسبه لنا يعني يعتبر اهم كمان من كاس الافريقيا. والله عايزين نقول لهم يعني احنا كنا بنتمنى ان احنا ناخد بطوله افريقيا دي، بس ما حصلش نصيب يعني، واحنا دلوقتي قفلنا صفحه البطوله، عندنا ماتشين تانيين مع نفس الفرقه اللي كسبتنا في النهائي، فاكيد هنبقى مركزين يعني. لو كنا هنركز 100% لا، لازم نبقى مركزين 200% عشان حاجات كتير يعني. حلم لينا ان احنا نصعد كاس عالم المره الثانيه على التوالي، وحلم لعيبه كتير ما راحتش كاس عالم في المنتخب، فاكيد هنبقى مركزين اكتر، وان شاء الله ربنا يكرمنا والتوفيق يبقى معانا. شكرا يا حمدي، وبالتوفيق دايما يا رب، دايما متالق حبيبي امير، ربنا يخليك، مبسوط ان انا كنت موجود معاك ومع كابتن اسلام يعني. شكرا يا حمدي، بشكرك شكرا جزيلا يعني. طبعا ده كان النجم الكبير جدا جدا حمدي فتحي، ما شاء الله ربنا يحميه يا رب من الاصابات. لعيب مهم قوي في الاهلي ومهم قوي في منتخب مصر، ان شاء الله يكون موفق مع الاهلي خلال الفتره اللي جايه. عندنا يعني تحديات كتير جدا، وكمان مع منتخبنا الوطني وتحدي التاهل لكاس العالم باذن الله تعالى. فلسه مستمرين معاك يا كابتن اسلام، وكواليس ان شاء الله هنحاول يعني نجيب كواليس بقدر المستطاع يعني. خليني اقول لك ان الكل دلوقتي بيحضر شنطه لان الطياره بدري بكره الصبح بدري، فالكل في غرفه بيحاول يحضر الشنط بتاعته عشان يبقى جاهز في التحرك بشكل مبكر. لكن بقدر المستطاع بحاول يعني نجيب بعض اللقاءات ونفرح مع جمهور النادي الاهلي. عوده ليك في الاستوديو ونرجع مره تانية باذن الله. لا انا بشكرك جدا يا امير على كل هذه اللقاءات وعلى كل هذه الكواليس. وحمدي فتحي انا لسه كنت بقول للكابتن علاء، باين عليه الهدوء، باين عليه الثقه، باين عليه
الاحترام، باين عليه حبه لجمهوره، حاجه محترمه جدا يا كابتن علي. نوعيه جميله يا اسلام، نوعيه لعيبه بتتمناها، والحمد لله طبعا ان عندك حاجه زي حمدي فتحي، وهو عارف هو فين. حمدي مش من اولاد النادي الاهلي، لكن هو مجيء النادي الاهلي وعارف هو جاي فين، وعارف ايه هو النادي الاهلي، عشان كده مقدر القيمه اللي هو فيها ومقدر النعمه اللي فيها. طريقه كلامه هاديه جدا، تحس انه هادي جدا ومحترم جدا، عارف تفرح وتشوف لعيبه زي دي نماذج حلوه جدا. مزبوط. جدا جدا، حاجه جميله طبعا. يعني هو هادي في الكلام الحقيقه، ولكن في الملعب مش هادي بالمره. لا في الملعب مش ممكن. النهارده يا اسلام لو شفت الماتش مفيش فاول حد عمله لعيبه النادي الاهلي غير حمدي رايح للحكم، انت فاهم، رايح للحكم. لا هو شخصيه جميله ما شاء الله عليه. عموما هنكمل كلامنا مع كابتن علاء، ولكن خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى هذه الاحتفالات البرونزيه الثالثه والثانيه على التوالي في كاس العالم للانديه. رفعتم الراس وابهرتم الناس، ده كان اخر كلام التقرير، وبالفعل جمهور النادي الاهلي سعيد جدا جدا بما يقدمه النادي الاهلي او يقدمه لاعبو النادي الاهلي وجهازهم الفني والاداري. الحقيقه حاجه محترمه جدا. عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا جدا جدا، كان من المفترض ان تكون هناك احتفاليه بكره بالليل في قناه النادي الاهلي على الهواء مباشره، نكون مع حضراتكم ومعانا بعض اللاعبين اللي كانوا المفروض ان هم كانوا هيرجعوا النهارده الصبح برضو يا كابتن علاء، واكيد حضرتك هتبقى يعني عارف الكلام اللي انا هقوله ده كويس. اكيد عارف طبعا. فالنهارده يعني في اطار الحرص على البطوله الافريقيه اتقفل باب الاحتفالات، وهيتفتح باب البطوله الافريقيه، وبالتالي تم تأجيل كل الأمور أو كل الاحتفالات خلال هذه الفترة لما بعد. لما بعد إمتى مش عارفين، لكن دايما لأن قناة النادي الأهلي هي قناة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي، وبالتالي إحنا هنكون أول الملتزمين بهذا القرار. كابتن سعد الحفيظ شاف إن لا، يجب إن إحنا نقفل على اللاعبين خلال الفترة اللي جاية، بسبب إن إحنا عندنا مباراة يوم الهلال يوم الجمعة القادم مع الهلال السوداني، وبالتالي وجب الغلق خلاص. فرحنا أو اتبسطنا النهاردة، من بكرة إن شاء الله الناس ترجع تاخد أجازة يوم، بعد بكرة يبقى كله موجود، ولكن إن شاء الله الاحتفالات هيجي وقتها، ويكون كل لعيبة النادي الأهلي من خلال شاشتكم شاشة قناة النادي الأهلي موجودة مع حضراتكم إن شاء الله خلال الفترة القادمة. إمتى؟ ربنا يسهل، إحنا دايما احتفالاتنا كتيرة. فاعتقد قرار صائب من كابتن سيد عبد الحفيظ، ومش غريب عليك ومش غريب عليا ومش غريب على ما هو انا قلت انت هتبقى يعني مش غريب عليك ولا غريب عليا ولا غريب على لعيبه النادي الاهلي، لانك خلاص الحمد لله كسبت النهارده المركز الثالث. دايما انت ما عندكش وقت للافراح والمقابلات وكده، عندك مباراه خلاص، انت النهارده فرحت وهتسافر ان شاء الله النهارده، وصل الصبح اكيد هتفرح مع اسرتك مع جماهيرك، وخلاص على كده بكره بالليل الموضوع هيتقفل، لانك عندك استحقاق تاني مع الهلال السوداني يوم الجمعه، هتبدا تركز ان انت الاهلي، انت البطل، انت مطالب بالبطوله. هو ده النادي الاهلي، وهو ده قدر كل لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده في النادي الاهلي. أي. وقدر حلو وجميل جدا اي حد يتمناه، طول عمرك بتمنى تاخد بطولات ويبقى على طول انت في يعني نمره واحد زي ما بيقولوا. في حته الاحتفالات انا طبعا بتفق معاك يا اسلام، وبتفق مع سيد، واكيد الكابتن كان ليه كمان طبعا، اكيد يعني الكابتن طبعا يعني دايما الكابتن اساسا حاجه زي دي لازم يبقى في قرار كابتن خطيب مع سيد، والقرار طبعا ممتاز طبعا خلاص الحمد لله. ما انت قلت كلمه حلوه في الاخر، يعني امتى ان شاء الله تبقى الفرح، يعني ما تعرفش، هو ده قدرك لكن الحمد لله على كل حاجه، عشان كده بطولاتك كتير، بطولاتك ما بتخلص، انت على طول بتخلص بطوله بتدور على الثانيه. هو ده النادي الاهلي ودي لعيبه النادي الاهلي. انا بس حبيت اقول علشان انا كان من المفترض ان احنا هنا في القناه كنا هنعمل احتفاليه بكره طبعا بالليل مع بعض اللاعبين اللي كنا يعني بنتفق ان هم يجوا ان شاء الله، لكن يعني وانا على الهوا مع حضراتكم اتخذ هذا القرار في اطار الحرص على البطوله القادمه، يعني ولا اكثر ولا اقل. عشان كده دايما هنبقى كلنا يعني احنا دايما في ظهر اي قرار بيتم اتخاذه في اداره النادي الاهلي او اداره الكره في النادي الاهلي. كابتن علاء، الماتش النهارده واحنا قاعدين بنتفرج كان عندنا ثقه، ليه ايه الفرق يا كابتن؟ يعني انت بتلاعب فريق كبير زي الهلال عنده مجموعه لاعبين ب 60 70 مليون جنيه استرليني، وبالتالي ايه الفرق ان انت كنت قاعد واثق ان انت مع بدايه المباراه واثق ان انت هتكسب، ايه الفرق ما بين الماتشين اللي فاتوا؟ يعني بدايتك يا اسلام، بدايتك قويه جدا، تشكيل فريقك تحس ان الفريق هو ده الصح،
اللعيبه اللي بدات النهارده هم دول احسن لعيبه يبداوا مباراه زي دي. اوكي. كتشكيل بدايتك ضاغط على الهلال، بقول لك انا ضغط عالي، عمر شو موسيماني يعمل كده. يعني البدايه انت شايفها هي اللي انت لعيب كره وعارف دايما احنا بناخد بتاخد السير مورام من بدايتك كلعيب. يعني احنا بنعرف يعني كمدربين بنعرف النهارده الدنيا هتبقى فيها ايه. بدايتك النهارده على احسن ما يكون في كل حاجه، انت تشارك في الملعب يعني مالي الملعب كله، ضاغط على فريق الهلال كويس قوي. النهارده الهلال حتى لو ما كانش مديك حقك قوي فهو خلاص اتاخد، ما يعرفش يخش الماتش تاني لانك انت بلغه خلاص خلصت تك 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 بالظبط. انت ركبت المباراه والامور كمان ساعدتك الحمد لله بهدف مبكر بقى، وخلاص الامور تساعد بعد كده طرد بهدف تاني بتالت برابع. لا انت النهارده مع الاحترام الكامل للهلال السعودي انت احسن في كل حاجه. بيبان يا اسلام، بيبان بدايتك انت عايز ايه مباراه النهارده. واضح ان اليومين اللي فاتوا موسيماني كان مركز كويس قوي هيلعب ازاي، تحفيز اللعيبه على اعلى مستوى، لازم البرونزيه، بس لازم برونزيه بالمجهود اللي حصل النهارده ده، بكم الجري ده، بمجموعه اللعيبه المركزه دي، وفي الاخر يعني في الاول والاخر توفيق ربنا، ربنا موفق. فالحمد لله النهارده كل العوامل اللي تساعدك انك تظهر النهارده وتاخد البرونزيه للمره الثانيه على التوالي موجوده. النهارده انا متاكد يا اسلام ان لعيبه نادي الهلال فوقوا بشكل النادي الاهلي وبدايته وضغط جامد جدا والحماس عند لعيبه النادي الاهلي. كابتن، بما ان قفشه معانا على الصوره، يعني قفشه الفتره اللي جايه، طيب في ان انت كسبان النهارده مباراه زي دي، هل من الممكن ان احنا مثلا نشوف قفشه يقعد شويه يريح شويه يعمل شويه، ولا انت شايف هتبقى الامور ماشيه ازاي الفتره اللي جايه؟ لو انا مدير فني مش هغير في الفريق ده بتاع النهارده ده. ما هو ده اللي انا بقوله ده اكيد. لكن محمد مجدي هيبقى موجود واكيد هيبقى ليه دور، لكن هو حلاوه النادي الاهلي او يبقى عندك كم اللعيبه دي يا اسلام، ان دايما عندك دافع، دايما في منافسه. أوكي. دايما انا مش نمره واحد، مفيش حد في النادي الاهلي هنا نمره واحد. كله قلقان، كله عارف ان في حد مستني ياخد مكانه. عشان كده وطبعا منافسه جميله جدا وشريفه جدا. طبعا ده مصطفى شوبير ماسك ده جميل، ده كمان ده جه لعب مباراه اخد ميداليه بس على المشي كده، حاجه على المشي كده لذيذ كده بس يا سبحان الله يا اسلام، تحس انه حاجه جميله جدا. محمد عبد المنعم ده شخصيه جميله وربنا موفقه وربنا كده يعني عارف، لا كبير يعني حتى من المنتخب لعب خلاص مش عايز يرقص. بص مش عايز، لا هو مكسوف جدا، هو روض احنا هو خجول جدا طبعا يعني. طبعا مصطفى شوبير قلبها لكن الواد خجول جدا. مبروك عليهم طبعا، ودي المكاسب اولا منتخب مصر ومكاسب البطوله دي كمان. مزبوط. محمد عبد المنعم طبعا عودته للنادي الاهلي اكيد اضافه كبيره جدا جدا، وهو اكيد في قمه سعادته يعني بعد النادي الاهلي ما تدورش على اي فرحه تاني. لكن زي ما بقول لك المنافسه مطلوبه، ومحمد مجدي لازم يرجع محمد مجدي، الناس بتعتمد عليه وفريق بيعتمد عليه ويعمل الفرق في اي مكان بيلعب فيه. أيوه. فهو ده دي الحاجه الحلوه اكيد، دي الحاجه الحلوه وده الفرق الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين. يعني مصطفى يمكن واحد من اصغر اللعيبه اللي موجودين، ولكن فرحته باينه. حمزه، زياد طارق قدامنا، وزياد طارق صحيح ميدالي على رايك صحيح. يعني بص كام سنه ما شاء الله وميدالي يعني لسه يعني بسم الله ما شاء الله، الفرحه حلوه برضو. طبعا يا اخي جميله يعني جميله، ومجدي قفشه اهو، فحاجات حلوه جدا وحاجات مرقص عمرو كمان، مرقص عمرو بحقه بقى يرقص شويه. لا لا بقول لك خلي بالك الضغطه اللي كانوا مضغوطينها دي حقيقه، دي حقيقه الضغطه فظيعه. لكن ده بقى مش هيرقص لو بص ده من تعبيرات وشه، بص تعبيرات وشه خجول جدا يعني. حتى هو بيتكلم مع امير الوقت يا اسلام، انت حتى قلت شخصيه خجوله جدا وهادي جدا. هو ده جميل كمان. ما تسمعونا يا جماعه كده اللي بيحصل. محمد محمود ده كمان جميل، نفسي ان شاء الله يرجع الملعب تاني ان شاء الله. يلا طيب، زي ما حضراتكم شايفين دي فرحة لعيبة النادي الأهلي النهاردة بعد نهاية المباراة في غرفة الملابس. الكل فرحان، الكل مبسوط، الكل سعيد. فيعني إن شاء الله إن شاء الله ربنا يديم علينا الفرحة، وإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم خلاص تم قفل باب الفرحة النهاردة. ناس هتفرح وتتبسط طبعا زي ما حضراتكم شايفين ابتداء من بكرة
الأمور هتختلف وهيكون إن شاء الله إن شاء الله هناك تركيز كامل فيما هو قادم. خلينا نطلع أو نرجع الإمارات أبو ظبي مرة تانية ونشوف زياد طارق ماذا قال زياد طارق ونرجع نكمل مع حضراتكم. مستمرين معاك كابتن اسلام ومع كل جماهير النادي الاهلي في اعقاب فوز النادي الاهلي بالميداليه البرونزيه وهذا الانجاز المميز في ظل ظروف صعبه جدا. دلوقتي جايب لك معايا مستقبل النادي الاهلي باذن الله والجماهير النادي كلها يعني بتستبشر فيه خير بشكل كبير بعد تالقه مع الفريق في كاس الرابطه وبالتالي متواجد في قائمه الاهلي في كاس العالم للانديه وخطوات ما شاء الله سريعه من زياد طارق مستقبل النادي الاهلي. يا زياد ازيك؟ عامل ايه يا امير الاخبار؟ مبروك. الله يبارك فيك. يعني طبعا مشاركه السنه دي في كاس عالم الانديه ما خدتش دقايق بس موجود في قائمه ده في حد ذاتها حاجه كبيره جدا بما انك لسه يعني بتقول بسم الله الرحمن الرحيم مع الاهلي ومع الفريق الاول لكره القدم. طبعا في الاول عايز بس امسي على كابتن اسلام واشكرك على الكلام اللي انت قلته. الحمد لله كانت خطوه مهمه جدا بالنسبه لي ان انا اتايد حاجه ما كنتش متوقعها الصراحه. كنت قلقان منها شويه لكن هم الحمد لله وثقوا فيا وايدوني ما شاركتش بس الحمد لله يعني انها كانت خطوه في حد ذاتها كانت كويسه جدا بالنسبه لي يعني الحمد لله. ما شاركتش بس معاك ميداليه اهي برونز. الحمد لله الحمد لله يعني مش قادر اوصف انا مبسوط قد ايه. شعور مختلف احساس جميل جدا فالحمد لله يعني بحمد ربنا. زياد بالمناسبه كابتن اسلام يعني متربي جوه الاهلي من هو صغير جدا بيلعب في مع الاعمار المختلفه والفرق المختلفه داخل قطاع الناشئين. من وانت عندك كام سنه؟ من وانا 9 سنين من 2009. من 2009 وانا في النادي الاهلي. فبالتالي انت يعني ايه يعني واخد كده روح الاهلي وكل حاجه من الاهلي. كل حاجه من النادي الاهلي واخدها. متربيين على حاجات كتير قوي في النادي الاهلي الحمد لله. يعني الواحد بيحمد ربنا ان هو اتربى في النادي الاهلي يعني ما كانش في نادي تاني وبعدين جه على النادي الاهلي فدي الحمد لله ان الواحد بيشكر ربنا على النعم. بتفرق كتير جدا طبعا. بتفرق في حاجات كتير جدا. بتفرق ان انت اهم حاجه ان انت ما تعودش على الخساره والتعادل الحاجات دي. ما مش يعني واحنا صغيرين لما كنا بنخسر ونتعادل عقاب بقى وخصم وحاجات كبيره جدا فالحمد لله يعني دي اهم حاجه بالنسبه لي الحمد لله. طيب قول لي بدايتك في كاس الرابطه الناس اتفرجت على زياد طارق تالقت واحرزت هدف كمان كان مهم في احدى المباريات. بالنسبه لك هي دي البدايه والانطلاقه مع الاهلي يعني ولا لسه مستني بدايه تكون افضل واكثر تميزا؟ هي دي كانت بدايه كويسه بس انا لسه ما عملت يعني ما حصلش اللي في دماغي لسه مستني ان شاء الله فرصه اكبر من كده اثبت فيها نفسي اكتر للناس والناس تشوفني يعني بشكل احسن ان شاء الله اقدر افيد الفرقه يعني. بس الجمهور يعني بيتكلم على زياد طارق يعني زياد طارق لعيب مهاري وهو جمهور الكره بيحب اللعيب المهاري فرايك ايه في كلام الجمهور على زياد وبتستقبل الكلام ده ازاي؟ وخلي بالك حط في اعتبارك ان انت لسه صغير الكلام ده اكيد لازم تاخده بشكل كده هادي وما تتصرف. اكيد طبعا كلام من الناس كلها يعني على دماغي وبحترمه جدا حتى الانتقادات في ناس كانت بتقول لي لازم تعمل كذا وما تعملش وتشتغل على شغل معين وبتاع كل الكلام ده بحترمه طبعا وباخده بهدوء وان انا احسن من نفسي من اطور نفسي وابقى احسن من كده يعني. بس حابب تقول ايه بقى للجمهور الاهلي؟ يعني بشكرهم طبعا على الدعم اللي كانوا في ظهرنا هنا ناس كثيره جدا كانت في ظهرنا وكانت بتشجعنا فبشكرهم واتمنى دايما الدعم ده يعني. بالتوفيق يا زياد ان شاء الله مستنيين منك الكتير وان شاء الله يعني بطولات كتير مع النادي الاهلي ومستقبل كبير بس عايزين نوري جمهور الاهلي الميداليه اهي الميداليه البرونزيه اللي كان بينتظرها جماهير النادي الاهلي مع واحد من يعني اللعيبه اللي هتكون مستقبل للنادي الاهلي فلما يكون في السن ده واخد ميداليه برونزيه ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام يجيب البطوله نفسها مع الجمهور. بتفكر في كده بتحلم؟ ان شاء الله هيحصل وقريب ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي اشكرك يا زياد. بالتوفيق يا امير. حبيبي يعني بصراحة زياد طارق لعيب مميز أكيد يعني بينتظره مستقبل كبير بيشتغل بشكل ممتاز. هو الراجل هو جايب لنا الميدالية عشان نوريها مرة تانية ليك يا كابتن إسلام ولكل جماهير النادي الأهلي وهي ميدالية أعتقد هي غالية جدا جدا بالنسبة لنا كلنا كأهلاوية طبقا للظروف وكل ما حدث للنادي الأهلي الحظ السيء جدا اللي شفناه مع الأهلي إصابات وغيابات ومواعيد غريبة وظلم
كبير وقع على الفريق، لكن يعني الميداليه دي فعلا من اغلى الميداليات. الاهلي خد الميداليه دي 3 مرات قبل كده، لكن دي تعتبر من وجهه نظري يعني هي الاغلى بالنسبه للنادي الاهلي عشان كل ما حدث للفريق. فبالتالي مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله الميداليه السنه الجايه تكون يا اما الفضيه يا اما الذهبيه باذن الله، زي ما قال زياد كده ان شاء الله في يوم من الايام وقريب الاهلي يقدر يحقق البطوله، لان ده حلم وطموح موجود عند منظومه النادي الاهلي كلها. ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام يتحقق. هرجع لك كابتن اسلام، وان شاء الله باذن الله نحاول يكون معنا المزيد من اللقاءات. شكرا يا امير، بس انا ممكن اغلس عليك عادي جدا واقول لك ان انا لبست الميداليه دي قبل كده، فما توريهاليش انا ممكن اغلس عليه عادي برضه، عادي مش مشكله. ويا ريته معانا بقى، عشان كنت ايه احب اقعد انا الكوتش وكده يجي يقول حاجه زي دي اقول له بقول لك ايه ما انا شفتها قبل كده. طيب كابتن علاء، يعني زياد ودور الشباب الناشئين اللي موجودين في النادي الاهلي اللي بان دورهم في رابطه في دوري او في كاس رابطه الانديه المحترفه، كانت حاجه مفيده جدا انك قدمت مجموعه شباب فيهم ناس مميزه جدا زي زياد لعيب مهاري مميز جدا جدا، ودول ان شاء الله اللي هيبقوا المستقبل القادم، مش كلهم استمع عشان بس نبقى واقعيين شويه. أيوة. اكيد بعض منهم هيبقى في فريق اول، يعني زي زياد اعتقد انه هيبقى موجود مع فريق اول، البعض هيحصل اعارات، والاعارات دي فائدتها ممتازه انك في الاخر هيرجع لك انت شايف ده اللعيب بتاعك انت، ده ابنك انت، الاعاره بتفيد اللعيب كويس قوي، بيحتك بيلعب وانت بتراقبه، هل هو يقدر يبقى موجود مع لعيبه النادي الاهلي ولا لسه شويه ولا يحصل بيع نهائي، عارف هي كلها فوائد، لكن هي مجموعه ناشئين طالعين ممتازين فعلا. ممكن زياد هيبقى ليه مستقبل جامد جدا، انه مهاري ومهارته حلوه وعنده ثقه في نفسه كويس جدا، فاعتقد ان شاء الله بعض اللعيبه هيبقوا موجودين ان شاء الله مع النادي الاهلي ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل الاخير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، احتفالات وانتهت، هنعمل بقى زي ما دايما بنعمل، كيف يفكر بيتسو موسيماني في المباراه القادمه الهلال السوداني؟ ندي هنت كده يعني عشان لا، ما التفكير واحد يا اسلام، عايز بدايه قويه جدا في دوري مجموعات هو ان شاء الله الاول، لان هو كان بيتكلم النهارده ان هو ان شاء الله عايز يرجع كاس العالم للانديه تاني السنه القادمه ان شاء الله، فالبدايه هتبقى من ماتش الهلال. تفكير كويس قوي، تركيز كويس قوي، اكيد زي ما انت قلت الوقت خلاص، يعني بكره في فرحه وكده، بعد كده التمرين تركيز، هيقفل على نفسه كويس قوي، هو عايز بدايه قويه، مش عايز الفرحه واللي عملناه في كاس العالم ممكن يحصل اي مفاجات. طبعا، واكيد الهلال السوداني عامل لك الف حساب، هو كده كده بيعمل لك حساب، فتخيل الساعه 3 الظهر. فتخيل كمان ان بعد الانجاز اللي عملته ده، فاكيد تركيز كويس قوي، لازم انت مركز وعينك على اول المجموعه وبعدين تبدا خطوه خطوه، فان شاء الله دايما هي دي اول خطوه، اول خطوه مهمه جدا، اعتقد النادي الاهلي حاجه مش جديده عليه، يعني بيبدا دايما البطوله في دوري المجموعات، اعتقد ان شاء الله مباراه قويه جدا يحسمها ان شاء الله النادي الاهلي، ويبقى بدايه قويه جدا، كله يعرف ان الموضوع هيبقى السنه دي مختلف، النادي الاهلي ان شاء الله هو برده صاحب البطوله دي ان شاء الله يا رب. يعني برده زي ما انا قلت، هل هيلعب غالبا بنفس التشكيل؟ غالبا ما اعتقدش، عارف يعني هي طريقه خلاص يا اسلام، هو اعتمد الطريقه دي، ما بين 5 أو 4 بس غالبا 3-4-3 اعتمدت خلاص. الاشخاص اللي لعبوا النهارده يا اسلام، انا شايف بالاداء بتاع النهارده ده ما ينفعش يتغير، ما فيش احسن من كده بصراحه، ما فيش احسن من كده تماما. هو بقى معاه اوراق رابحه بره، وزي ما بقول لك منافسه حلوه، وعلى فكره دول النجوم اللي قاعدين بره، بس اللي موجود دلوقتي هو الاحسن، هو اللي هيلعب، وانت اما تيجي فرصه هتلعب، وانك انت نجم كبير، خصوصا لما بتتكلم عن محمد مجدي، محمد مجدي لعيب كبير جدا، لكن دلوقتي ممكن يكون مش محمد مجدي، لكن في ناس موجوده تانية للشكل حلو قوي، فمحمد موجود وعايز يلعب وهتجي له فرصه وهيلعب. لكن انا دايما بحب موضوع المنافسه، منافسه احلى حاجه في الدنيا، خصوصا في الانديه الكبيره زي الاهلي. عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المباراه القادمه. انا بس هستاذن حضراتكم ان احنا بكره وبعده هنكون غالبا اجازه، مش هنكون موجودين مع حضراتكم ان شاء الله، بدايه من يوم الثلاث نرجع مره اخرى بقى، البيت الكبير يرجع مره ثانيه بعد نهايه برنامج الاهلي في المونديال. كابتن علاء، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، والف مبروك حبيبي. الله يبارك فيك، ومبروك على النادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته، وتحيه ليك واسره العمل، تغطيه ممتازه كاس العالم للانديه، والله مجهود تشكروا عليه، ودايما كده ان شاء الله مجهودكم دايما في الافراح ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن علاء، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. قبل ما اشكر حضراتكم، انا حابب ان انا اشكر كل العاملين الحقيقه على الاسبوع او العشر ايام اللي فاتوا، الحقيقه من وقت ما بدانا برنامج الاهلي في المونديال، من يوم 1 او من يوم 31 وحتى الان
كل العاملين في هذه القناة كانوا مسخرين نفسهم لخدمة جمهور النادي الأهلي. الحمد لله والشكر لله، تغطية كانت محترمة في كل الاتجاهات سواء في الإمارات أو من هنا، كل برامج شاشة قناة النادي الأهلي كانت شغالة على التغطية في الإمارات وبعثة النادي الأهلي. وكان عندنا من الساعة 10 الصبح وحتى الساعة 2 بالليل دائما ما يكون عندنا أخبار بعثة النادي الأهلي. فأنا حابب أشكر كل العاملين في قناة النادي الأهلي، وبشكر جمهور النادي الأهلي على الدعم اللامحدود الحقيقة اللي دايما بيكونوا في ظهرنا في خلال كل هذه البرامج. إن شاء الله بكرة طبعا هيكون معانا كالعادة تغطية عودة فريق النادي الأهلي، تغطية خاصة لعودة فريق النادي الأهلي إلى أرض الوطن بسلامة الله. إن شاء الله يكونوا موجودين الساعة 1:00 لربع تقريبا بتوقيت القاهرة، يكونوا متواجدين. وإن شاء الله وكالعادة تغطية خاصة جدا لعودة بعثة النادي الأهلي بعد فوز النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخه ببرونزية كأس العالم للأندية. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، أستأذن حضراتكم في بكرة وبعده بس أجازة، وإن شاء الله يوم الثلاثاء حلقة جديدة ونبدأ حلقات البيت الكبير مرة أخرى بقى لمتابعة النادي الأهلي في بطولاته الإفريقية وبطولة الدوري وكل الأمور الخاصة بالنادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وألف ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي، دايما أفراح ودايما مبسوطين ودايما سعداء. أنا بشكركم وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الثلاثاء وأولى حلقات أو عودة حلقات البيت الكبير. أشكركم وأشوفكم على خير.